السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا بكم شرفتونا. معاكم شجون العنزي، متطوعة في فريق عمليل التطوعي. اليوم بإذن الله مجهزين لكم مساحة التخصصات الثانية، واليوم موضوعنا راح يتكلم عن مهنة الطب، وإن شاء الله راح نذكر فيها عدة محاور سبق وذكرت في الإعلان، ذكرت على شكل رؤوس أقلام. إن شاء الله اليوم راح يوضحها ويشرحها لكم ضيفنا لليوم، وكيل كلية الطب في عنيزة الدكتور حمد السيخان. شرف لنا وجودك دكتور اليوم معانا، حياك الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا، حياكم الله. الصراحة الموضوع مهم جدا، ويعني أشكر أول شيء فريق هماليل على هذه المبادرة. صراحة هم اللي يعني بادروا وسألوا وطلبوا مثل هذا يعني مثل هذا الطرح للطلاب اللي مهتمين بمثل هذه الأمور. فشكرا للفريق هماليل، شكرا لوحدة التطوع بإمارة منطقة القصيم، وإن شاء الله يا رب يكون أو أكون أقدر أعطيكم نبذة بسيطة عن كلية الطب، القبول وطريقة الدراسة وحتى المستقبل يعني بعد التخرج. فهذا إن شاء الله الأشياء اللي راح أتكلم عنها بشكل عام. طيب، راح أتكلم عن 6 أشياء، بعضها بنستغرق بالحديث فيها. كلية الطب أو كليات الطب الموجودة الآن في منطقة القصيم، الفروقات بين هذه الكليات، أسلوب الحياة للطالب أثناء الدراسة، بعد ما يخلص الدراسة إيش التخصصات الدقيقة المتوفرة للطالب بعد التخرج. أيضا موضوع مهم ويعني يهم الجميع صراحة، ويكذب من يقول أنه هذا الموضوع لا يهمه، لأنه هذا المستقبل اللي هو العائد المادي. في النهاية طبعا حياة الطبيب بعد إنهاء الدراسة، بعد ما تخلص سنوات الدراسة كلها يعني وش بيصير عليك، كيف بتكون حياتك بشكل عام. طبعا هي فقط خلينا نقول تسليط ضوء على هذه المرحلة من حياة الطبيب، وليس يعني هي مو كل الأشخاص يصير لهم نفس النهاية هذه. طبعا كل واحد طبعا يمشي بطريقه، ولكن بشكل عام نتكلم عن حياة الطبيب بعد إنهاء الدراسة. طيب، أول محور اللي هو كليات الطب في منطقة القصيم. قبل ما نتكلم عن كليات الطب، الواحد متى يروح لكليات الطب وإيش اللي يخليه يروح لكليات الطب؟ طبعا جامعة القصيم مثلا فيها 50 تخصص تقريبا، في تخصصات شرعية ولغوية، في تخصصات صحية بما فيها الطب، بالإضافة إلى يعني طبعا طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، كل هذه التخصصات، في تخصصات هندسية في هندسية. تفرعاتها أيضا. جماعة يا ريت تنتبهون بس للمايكات. طيب، وفي تخصصات إدارية وتخصصات علمية مثل الفيزياء، الرياضيات، الكيمياء، والتخصصات الزراعية اللي بالإضافة إلى داخل التخصصات الزراعية فيه اللي هو الطب البيطري، آخر شيء التخصصات المهنية. طيب، كيف الواحد يحدد مثل هذه التخصصات؟ أو كيف يعني مفترض أنك وصلت للمرحلة هذه، وصلت عندي هنا في هذا الـ الـ يعني في هذه الندوة، وأنت خلاص يعني هذا المفترق، مفترق الطرق الأول، اللي هو أول ما تخلص دراستك الثانوية وتبدأ تدخل الجامعة. الآن أنت يعني في مفترق طرق، المفترض أنك درست كل هذه الخيارات المتاحة أمامك، من ناحية هل أنت قادر على الدخول لهذه التخصصات، هل هي رغبتك أنك تدخل فيها، هل عندك النسبة الموزونة الكافية أنك تدخل أحد هذه التخصصات، وبعدها تحدد اللي هو التخصص اللي يصلح لك. المفترض أنك تجي عندي هنا في هذه يعني في هذه الندوة وأنت خلاص يعني حددت ميولك، وتقول أنا خلاص أنا رجال أبي ضد أحب قوانين، أبي طب. تبين قوانين روز فتصير خلاص تبي تدخل وتاخذ الطب. فالمفترض انك خلصت من مفترق الطرق الاول. انا ليش قلت انه مفترق الطرق الاول؟ لانه في مفترق طرق اخر بعد ما تخلص كليه الطب، اللي هو اختيار التخصص الدقيق مثل جراحه العظام، جراحه العيون، طب الطوارئ، طب الاشعه التشخيصيه والتداخليه، والتخصصات المفترقه المختلفه الثانيه. فهذا مفترق الطرق الاول، انت واقف الان في هذا المفترق، يعني تحتاج دراسة متأنية واختيار
لأنه هذا الاختيار بيحدد لك مستقبلك كله. أنت الآن عمرك تقريبا 18 17 سنة، هذا بيحدد لك ال 40 50 70 سنة اللي قدامك شلون بتكون. طيب بالنسبة لكليات الطب في منطقة القصيم، عندنا 3 كليات طب، ثنتين منهم تابعين لجامعة القصيم اللي هم كلية الطب مليدة في فرع الرئيسي بجانب يعني بريدة، بعدين كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة. هذول الكليات تابعة لجامعة القصيم. أيضا في جامعة الراجح في بكريت تقدم برنامج كلية اللي هو كلية الطب البشري، وهو برنامج مدفوع وجامعة خاصة غير ربحية، يعني فيتقدم البرنامج بتكاليفه، يعني بس يقول لك ادفع لنا تكاليف التعليم وتكاليف انشاء البرنامج والاشياء هذه. فهي جامعه غير ربحيه، ما يتكسبونهم فلوس من تعليم الطب. فهذا التخصص، هذه ال3 كليات الطبيه الموجوده عندنا في منطقه القصيم. الان نتكلم عن القبول في جامعه القصيم، والقبول في جامعه القصيم انتشر فيه اشياء كثيره وكلام كثير الفتره اللي راحت، خصوصا بعد اعلان الغاء السنه التحضيريه. كل المشكله هذه، او بالاصح هي مو مشكله، هو فقط تنظيم جديد، لكن سوء الفهم اللي حصل يعني بين في المجتمع بشكل عام هو كيف لغت السنه التحضيريه. طيب انا السنه الجايه يعني وين بروح؟ وين بروح بالضبط؟ الناس اللي الان بالسنه التحضيريه، طيب هل الطلاب اللي من الثانوي تخرجوا من الثانوي بيدخلون معنا السنه، يعني بيدخلون معنا كليه الطب نفس السنه، بنتنافس احنا على نفس عدد المقاعد؟ فيعني هذا اللي بنتكلم عنه ان شاء الله بشكل عام. عموما الدخول او المنافسه على كليات الطب في جامعه القصيم كان يعتمد على تحصيلك او معدلك الدراسي في السنه التحضيريه الاولى في جامعه القصيم. هذا كان النظام المعمول فيه. فكنا انا ما ادري تشوفون المؤشر حق الماوس ولا لا؟ لا واضح. واضح. طيب سابقا كان الطالب يخلص السنه اللي هو الثانويه وياخذ النسبه الموزونه، بعدها ينقبل على السنه التحضيريه التابعه للجامعه. هي تابعه للجامعه، الجامعه هي اللي انا بس عشان تفرقون بين الجامعه والكليه، الجامعه هي يعني المؤسسه الكبيره اللي تحتها تقريبا احنا 37 او 31 كليه. فالجامعه هي المؤسسه الكبيره، وكانت السنه التحضيريه تابعه للجامعه مباشره، تاخذ الطلاب اذا تخرجوا من الثانوي بناء على النسبه الموزونه، بعدين يسوون السنه التحضيريه اللي فيها المسار الصحي والمسار العلمي، بعدين الطالب بعد ما يخلص السنه التحضيريه، اذا خلص السنه التحضيريه بناء على المعدل اللي حصله في السنه التحضيريه، ينافس زملائه على القبول في كليه الطب. كان هذا النظام المعمول فيه. السنة هذه قالت السنة الجامعة قالوا خلاص احنا الغينا السنة التحضيرية التابعة للجامعة. فمعناه ايش؟ معناه ان التنافس على القبول في كلية الطب بيبدأ من بعد الموزونة بعد الثانوي، هنا يكون التنافس على كلية الطب. خلصت الثانوية طلعت لك النسبة الموزونة، الآن أنت تنافس بقية أو زملائك الخريجين من الثانوية على حسب النسبة الموزونة للقبول في كلية الطب. هل انحذفت السنة التحضيرية نفسها، يعني هل نقص سنة دراسية مثلا؟ هذا كلام غير صحيح. لا يزال في سنة تحضيرية هي تابعة للكلية وليست تابعة للجامعة، يعني احنا كليتنا احنا مسؤولين عن السنة التحضيرية هذه. فتدخل على السنة التحضيرية حقتنا، لكن أنت خلاص أنهيت التنافس هنا بناء على النسبة الموزونة، فما راح ترجع تنافس على اللي هو دخول كلية الطب بعد السنة التحضيرية. هل هذه النقطة واضحة؟ أنا يهمني أن الناس فاهمين هذه النقطة. في في حسب واحد يسأل، البث مسجل؟ نعم مسجل. في أحد عنده سؤال؟ دكتور ممكن مداخلة بسيطة. إيه تفضل. الحين القبول هل يختلف؟ يعني في أولوية في القبول لكلية الطب على حسب سكان المنطقة؟ يعني مثلا سكان منطقة القصيم لهم الأولوية في جامعة القصيم، صحيح هذا صحيح؟ صحيح. أي أحد يجي من خارج منطقة القصيم يقدم على كلية على جامعة القصيم يطالب إما بصك ملكية لعقار موجود في منطقة القصيم،
أو يعني تعريف للعمل لأحد الوالدين، إما في أحد المؤسسات الحكومية الموجودة في المنطقة أو المؤسسات الخاصة الموجودة في المنطقة، أو إضافة أحد الأخوان على نظام نور في مدرسة، يعني حكومية في منطقة القصيم. فالأولوية طبعا لأهالي المنطقة، وهذا طبعا التوجيه طبعا مو من الجامعة، التوجيه من مجلس الجامعات، يعني هو اللي يوجه كل الجامعات أن تقبل الناس يعني يحطون الأولوية للناس سكان المنطقة. التحويل لعله إن شاء الله نتكلم عنه بمجال آخر مو بوقت الآن. خلونا نكمل الحين موضوعنا الآن على القبول يعني في السنة الأولى. طيب هذا بالنسبة للقبول. أنا أشوف يعني أغلب الكومنتات تقول إنه واضح سكراب بالسنة الأولى. السنة التحضيرية الأولى ما يكون فيها سكراب، السنة الجاية هذه ما فيها سكراب، لكن السنوات اللي بعدها إن شاء الله تلبس سكراب. طيب نرجع مرة أخرى لموضوعنا. أهم شيء إنه اللي أبيكم تأخذوه من هذه الشريحة إنه التنافس انتقل، بدل ما يكون بعد السنة التحضيرية بناء على المعدل، صار بناء على النسبة الموزونة اللي بعد الثانوي، تنقبل المباشرة على كلية الطب لكنك تأخذ لك سنة تحضيرية قبل ما تدخل برنامج كلية الطب. طيب هذا بالنسبة لكلية الطب في الفرع الرئيسي اللي هم ليدا، وفي كلية الطب في عين يعني. هذا الكلام ينطبق فقط على هذه الكليتين. الكلية الأخرى كلية الطب الراجحي لها نظام آخر ونظام مختلف تماماً، يعني لهم اشتراطات، وهذه الاشتراطات موجودة على موقعهم الإلكتروني. معدل تراكمي لا يقل في الثانوية العامة عن 90%، لا تقل درجة اختبار القدرات عن 75 والتحصيل عن 75. أيضا يشترط اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية وأن يكون لائق طبيا. طبعا هذه شروط القبول للبرنامج التأسيسي في كلية الطب معناها السنة التحضيرية، معناها السنة التحضيرية، السنة التحضيرية للراجحي. بعد ما تنهي السنة التحضيرية لازم تجيب أكثر من 3.5 في هذه السنة علشان يعني تدخل في برنامج كلية الطب. فأنت تنقبل على السنة التحضيرية بهذه الشروط، بعدين تدخل على اللي هو كلية الطب إذا جبت 3.5 بالسنة التحضيرية. بس أستاذنكم أشوف الرسائل بسرعة لائق طبيا، والله أسأل حق الراجحي الصراحة. طب بالنسبة للجنسية الأفضلية للسعودية، هي بالتساوي طبعاً في كلية الراجحي، الموضوع بالتساوي. إذا هي التحضير الطب أقدر أحول تخصص صحي آخر؟ نعم تقدر تحول. اللي خلصوا التحضيري سنة تحضيرية، أنت على طول تدخل على كلية الطب على السنة الثانية، السنة التحضيرية الثانية في كلية الطب وتبدأ بالطب. القبول تنافسي يعني ما في موزونة محددة للقبول؟ لا، القبول تنافسي على أفضل موزونة، ما في نسبة محددة. حنا ما نبي نقول مثلا اللي يجيب أكثر من 97 نسبة موزونة ينقبل بطل، بيجوننا 100، إحنا ما نقدر نقبل 100. فحنا نقول أفضل 45 طالب، بغض النظر لو كان الموزونة حقته 85، بس إنه من أفضل 45 طالب طلبوا الطب. يعني لاحظ إنه في ناس بيجيبون معدلات عالية لكن ما يطلبون الطب، يمكن يروحون هندسة، يروحون أشياء ثانية. مقر كلية عنيزة للطب تغير؟ نعم تغير، صار خلف العثيم مول بجانب كلية الطب للبنات. هل اللي بيدرسونه متابعين للتحضيري اللي قبل أو لساتر؟ هذه بنيجي بعد شوي. السنة التحضيرية الأولى درست بعض مواد منها من قبل يتم معادلة ولا تدرس مرة أخرى؟ السنة التحضيرية الأولى على حسب، إذا كنت محول من جامعة أخرى قد يكون في معادلة لكن مو بالكل يتم تعادلته. لعلنا نهدي شوي الأسئلة لأنه كثير ما شاء الله، فأخاف أنه يعني يروح علينا الوقت. المقبولين المقاعد لكلية الطب مليدة تقريبا 50 مقعد، وفي عنيزة أيضا 50 مقعد، كلها مقسمة 45 مقعد قبول مباشر وخمس مقاعد للتحويل. لعلنا نوقف الأسئلة الآن ونرجع للعرض. تفضلي شجون. دكتور، هل يعني في كليات تفضل عن كليات أخرى؟ من أي ناحية؟ يعني شهادتها أقوى؟
لا ما في شيء شهادته أقوى من الآخر، لا ما في. اللي موجود هي يعني كلهم، كل الناس تاخذ نفس الشهاده ونفس نوعيه الشهاده. انا بجي للموضوع هذا ان شاء الله بعد شوي، بتكلم لكم عنه بشكل اوضح بعد شوي، بس خلونا نتقدم شوي. طيب هذا بالنسبه لكليه الراجحين. الان هذا كل المحور هذا كنت بتكلم عن الفروقات بين الكليات. كل ابيكم يعني ابيكم تعرفون معلومه واحده يعني مهمه لكل الكليات الثلاث هذه، كلهم يحتاجون 7 سنوات دراسه عشان تتخرج. كل هذه الكليات الثلاث 7 سنوات دراسة، آخر سنة اللي هي السنة السابعة هذه تعتبر سنة تدريب وتسمى سنة الامتياز. أول سنة سنة تحضيرية، سنة تحضيرية عامة جدا يعني تهتم بالغالب باللغة الإنجليزية. بعدين في 5 سنوات بالوسط، 5 سنوات بالوسط، قلنا سنة قبل سنة تحضيرية، سنة بعد سنة الامتياز، و5 سنوات بالوسط. هذه هي السنة التحضيرية، هذه هي اللي هي او هذه السنوات، سنوات الدراسه لكليه الطب. طيب بالنسبه لكليه الطب عنيزة، احنا طريقتنا عندنا في عنيزة، انا عضو، انا وكيل كليه الطب والعلوم الطبيه بعنيزة. طريقتنا 2 تحضيريات، السنه التحضيريه الاولى التابعه للجامعه مسار صحي، بعدين عندنا سنه تحضيريه خاصه بالكليه نسميها بريميت 2، بعدين 2 علوم طبيه اساسيه. علوم طبيه اساسيه معناها العلوم الاساسيه لجسم الانسان والعلوم الاساسيه لعلم الامراض عشان تفهم الاشياء الاساسيه في الطب. بعدين 2 علوم سريريه اللي فيها طب الجراحه العامه والباطنه والتخصصات اللي احنا نشوفها بالمستشفيات. هذه طريقه التقسيم بالنسبه لنا احنا بعنيزة. فسنتين سنتين سنتين، بعدين اخر سنه اللي هي سنه الامتياز. كلية الطب في المليدة وكلية الطب جامعة الراجحي عندهم نفس الطريقة تقريبا، سنة تحضيرية، كلهم سنة تحضيرية، بعدين كلهم 3 سنوات علوم طبية أساسية، بعدين 2 علوم سريرية، بعدين طبعا سنة الامتياز بالنهاية. هذه الفروقات بين مختلف الكليات من ناحية يعني طريقة الدراسة. طيب وش الفرق بين عنيزة ومليدة والراجحي؟ أنا طبعاً أول فرق وأوضح فرق إن كلية الطب عنيزة وكلية الطب مليدة يعني هي مجانية حكومية طبعاً. كلية الطب جامعة الراجحي هي يعني قطاع خاص غير ربحي، فهي يعني تحتاج رسوم معينة عشان الدخول. طيب من الكلية الأفضل؟ كل الكليات هذه متميزة. أنا شخصياً أنا خريج كلية الطب مليدة وحاليا اشتغل في كليه الطب عنيزة، وعندي اصحاب كثيرين يعني اشتغلوا بكليه الطب بجامعه الراجحي. واذا يعني عشان تتاكدون انه نفس الطريقه ونفس النظام على كل الكليات هذه، كل هذه الكليات اسسها شخص واحد فقط وبدا في تاسيسها شخص واحد فقط اللي هو بروفيسور صالح الدامغ الله يطول بعمره، وهو له فضل كبير على جميع الاطباء خريجين كليات الطب في القصيم. كل خريج كليات الطب في القصيم يدين بالفضل لهذا الرجل الفاضل اللي هو بروفيسور صالح الدامغ طول الله في عمره وحفظه لنا، يعني رجل قدم الكثير للمنطقه والمملكه بشكل عام. فكلهم نفس المستوى، يختلف بعض الاشياء في الاشياء التعليميه. مثلا كليه الطب عنيزة متميزه عن الكليتين الاخريين انهم نظامهم، نظامنا احنا امريكي، نظام يسمى الام دي، ام دي بروجرام، ميديكال دكتور او دكتور طب، وهو نظام امريكي مقسم بهذه الطريقه يعني لهدف معين الحين بشرح لكم اياه. الهدف طبعا من التقسيم الكليه بهذه الطريقه انه باذن الله ابتداء ان شاء الله من السنه هذه السنه اللي بعدها اللي عنده بكالوريوس صحي، اما صيدله او تمريض او بكالوريوس علوم طبيه تطبيقيه او احياء، يقدر يدخل للكليه مباشره على 2 العلوم الطبيه الاساسيه، فيقتصر هذه السنتين، السنتين هذه تطلع من دراسته، ما يحتاج يدرس السنتين هذه ويبدا بدراسه السنوات اللي بعدها. هذا المميز في كليه الطب عنيزة. وطبعا النظام قلنا امريكي، ام دي بروجرام، يعني مصنف طبعا في هيئه التخصصات الصحيه عندنا بالسعوديه ومعتمد دوليا، اخذنا الاعتماد الدولي قبل 4 شهور تقريبا
فيعني البرنامج حقنا يعني نزعم انه يعني الحمد لله انه من اقوى البرامج المتواجده في 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 المملكه، ويعني يشهد بذلك اللي هو تخصص او امتحان مزاوله المهنه الطبيه، واللي كان طلابنا يحصلون على المركز الاول 3 سنوات متتاليه، فهذا يعني يدل على انه مخرجات الكليه جيده. كليه الطب في مليده ايضا مخرجاتهم رائعه، ما اقدر اساسا ولا حتى يعني اقلل من قيمه كليه الطب في مليده، اللي انا خريج هذه الكليه بعدين يعني وحتى يعني كانوا لهم اسبقيه في كثير من الامور في 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 التعليم الطبي عندنا في السعوديه. كليه الطب بجامعه الراجحي هي كليه يعني ايضا اسسها البروفيسور صالح الدامغ، وكليه قويه جدا ولها شراكات مع كليه طب في في ماسترخ في هولندا، كليه معتمده دوليا ومحليا، فيعني ايضا كليه رائعه والتعليم فيها ممتاز. تتميز كليه الطب بجامعه الراجحي عن كليات الجامعه جامعه القصيم انه التعليم فيها يعتمد بشكل كبير على التعليم الذاتي. فيعني هذه من ضمن المميزات لكليه الطب. التعليم الذاتي هو ان اعضاء التدريس في كليه الطب بجامعه الراجحي يعطونك اهداف التعلم، وانت اللي المفترض انك تسعى وراء هذه الاهداف وتحاول تتعلمها خارج اللي هو اسوار الجامعه، او بالاصح خارج القاعات الدراسيه. طيب ما هي سنوات الدراسه بشكل عام؟ سنوات الدراسه كل اطباء او الاطباء بشكل عام اذا جو بيخلصون كليه الطب يخلصونها في 7 سنوات، ما حد يقدر يخلصها قبل 7 سنوات. يعني 6 سنوات دراسيه، او الاولى منها سنه اللي هي سنه تحضيريه، بعدين اخر شيء السنه التدريبيه وهي سنه الامتياز، مجموعهم 7 سنوات. تتخرج بعد هذه 7 سنوات انت طبيب عام. طبيب عام يعني الى الان ما عندك تخصص دقيق، ما نقدر نقول عنك اخصائي عظام او استشاري انف واذن وحنجره او استشاري جلديه او 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 احد هذه التخصصات، انت الان تخرجت طبيب عام. معناها ايش؟ معنى انك باقي لك احنا نسميها برامج الزماله السعوديه او برامج الاقامه في تخصصات السعوديه، تاخذ برنامج معين يعتبر مثل دراسه الماجستير والدكتوراه علشان تصير متخصص واستشاري في هذا التخصص. فهي 7 سنوات حتى تخرج على طبيب عام، بعدين تكمل من 3 إلى 6 سنوات على حسب التخصص عشان تخلص اللي هو السنوات اللي هو الدراسة. طيب هل أنا قاعد أتكلم الحين عن 7 سنوات بالإضافة إلى 5 سنوات أخرى، يعني إحنا نتكلم عن مجموع 12 سنة، هل معقولة أنا طالب لمدة 12 سنة؟ طبعا هذه لها تفصيل معين الحين بجي لكم إياه. أنت الآن 7 سنوات هذه 6 سنوات منها تأخذ اللي هو مكافأة طالب 990 ريال لمدة 6 سنوات، أما سنة الامتياز فأنت تأخذ راتب طبيب امتياز ويعادل تقريبا 9300 ريال، فأنت الآن تكون تستلم مرتب في سنة الامتياز. بعد ما تخلص سنة الامتياز يزيد طبعا اللي هو الدخل، يعني حتى السنوات اللي تدرسها بعد ما تكون طبيب عام أنت بتدرس صح، لكنك بتدرس وأنت طبيب على رأس العمل ومرتبك يصل إلى 20,000 ريال. بنرجع للعائد المادي إن شاء الله بعد شوي. طيب ايش اسلوب الحياه للطلاب خلال الدراسه؟ اسلوب الحياه، هلا تفضل. المداخله اسمك السؤال اكيد. دكتور الحين اذا مثلا طالب طب يدرس مثلا في جامعه حائل يبي يحول الى جامعه القصيم، يقدر يحول او لا؟ طبعا متاح التحويل من جامعه حائل الى من كل كليه طب خارج القصيم. كل كلية طب يعني إذا كنت في كلية طب وتبي تحول كلية طب بجامعة القصيم يسمح لك. جامعة القصيم حطت شرط للقبول التحويل الخارجي، احنا نسميه التحويل الخارجي من خارج جامعة القصيم. إذا كنت تدرس طب في أي كلية طب داخل المملكة بإمكان حتى خارج المملكة تقدر تطلب تحويل على كلية الطب مثلا بعنيزة أو كلية الطب في مليدة، ويعدلون لك المواد المتشابهة. ما نوعدك انه كل المواد تعادل، لكن المواد المتشابهه تعادل.
وتكمل دراستك في كلية الطب. فالتحويل للطب متاح من كليات طب أخرى، غير متاح لكليات الطب أو الكليات الصحية. فما تجينا التمريض تدرس تمريض في الملك سعود بالرياض وتقول أبي يحول على طب، لا ما تقدر. لكن تقدر تحول من تمريض بالملك سعود بالرياض على تمريض بجامعة القصيم. نعم المحاضرة مسجلة. نعم مسجل. دكتور تعرف إيش تخصصات الإقامة؟ يعني هذا 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 موضوع يعني إذا دخلت كلية الطب نتكلم فيه، دائما نتكلم فيه مع طلاب السنوات الأخيرة في كلية الطب. بعد السبع اللي هي سنوات الزمالة، لا مو بسنوات الزمالة، هي سنوات الريزيدنسي أو الإقامة، تكون طبيب مقيم في تخصص العظام مثلا، تجلس 4 سنوات في طبيب مقيم في تخصص العظام، بعدين إذا خلصت صرت أخصائي عظام تقدر تأخذ زمالة معينة في نوع معين من طب العظام. طيب هل في جامعة القصيم بكلية الطب في مقابلة شخصية وفحص طبي وكيف طريقته؟ في مقابلة شخصية لكن لا تدخل في اختيار الطلاب، يعني هي مقابلة شخصية لمعرفة الطلاب ويعني استبيان بعض الأمور، لكنها غير داخلة في المفاضلة الشخصية. فحص طبي، يوجد فحص طبي و إقامة جامعة. حياك الله محمد، فرصة سعيدة سمعنا صوتك. بننزل طبعا التسجيل، بننزله بعد ان شاء الله، بعلن عن التسجيل في حسابي بتويتر وايضا حساب فريق همالين باذن الله. لعلنا نترك الاسئله هذه بعد شوي، نرجع لها بعد شوي، خلونا نركز على الاشياء اللي كنا نتكلم عنها. اسلوب الحياه لطالب الطب. طيب الجدول هذا في الوان كثير وفي اشياء كثيره، لازم اوضح لكم بعض الاشياء. هذا هو الجدول الكامل لطالب الطب من يوم يدخل عندنا بالكليه، هذا باستثناء سنة اللي هو سنة التحضيرية الأولى، وباستثناء سنة الامتياز. هذه 5 سنوات اللي عندنا بالكلية. السنة الأولى اسمها بريميد 2، ام دي 1، ام دي 2، ام دي 3، وام دي 4. هذه 5 سنوات اللي يدرسها الطالب. هذا ينطبق بشكل يعني مو متماثل جدا، لكن مقارب ومشابه جدا لجامعة الراجحي وكلية الطب هناك وكلية الطب مليلة، متشابهين جدا. طيب عشان توضح لكم الصورة هذه المبعثرة واللي تلخبط، هذا جدول طالب كلية الطب. السنة الأولى يدرس مادة اسمها Body Structure and Function، اللي هو تركيب الجسم ووظائفه، بعدين Nutrition and Metabolism اللي هو التغذية وعمليات الأيض، هيلث كير سيستم اللي هو النظام الصحي الأولي ونظام الرعاية الصحية الأولية، الطب الجيني، علم الدم وعلم الأمراض والمناعة، علم الأمراض والنمو والتطور. اللي أبشره عن أسلوب الحياة في هذه السنة والمهم في هذه السنة، يعني أنه أنت خلال سنة كاملة تقريبا، يعني هذه عدد الأسابيع ويك 1 إلى ويك 38، فأنت بتدرس تقريبا 37 أسبوع داخل السنة. الثلاث 37 أسبوع فيها 1 2 3 4 5 6 7 مقررات دراسية. 7 مقررات دراسية تشتمل على اختبار نهائي، تشتمل على اختبار فصلي، تشتمل على اختبار عملي، وعلى بعض الكوزات والاختبارات البسيطة. فنتكلم عن تقريبا ما يقارب كل أسبوعين إلى 3 أسابيع فيه امتحان أو فيه كويز، يعني عليه اختبار. اللي أقصده بأسلوب الحياة للطالب في كلية الطب راح يكون فيه ضغط. ما في أحد يدخل كلية الطب من دون ما يتوقع ضغط من ناحية الدراسة والتعليم والأشياء هذه. رجاء من الزملاء اللي قاعدين يشخبطون لعلنا نعقل شوي. فيعني كل هذه الأمور بتكون متوقعة في دراسة كلية الطب. ما في أحد يدرس كلية الطب من دون ما يتوقع أنه في ضغط، تحتاج تركيز، تحتاج يعني التقليل. لاحظوا أني أقول التقليل وليس ترك الاجتماعات والطلعات والروحات والجيات والسفريات، لا، يعني بالعكس، حنا نشجع الطالب على أنه
ما ينعزل عن المجتمع، ما ينعزل عن أهله، ما ينعزل عن أصحابه، لازم يكون عندك مكان للتنفيس والترويح عن نفسك. طبعا ما يكون بكامل حريتك وبكامل انطلاقتك، لأنه بيكون عندك امتحانات، بيكون عندك مذاكرة يعني بشكل عام. ف يعني هذا الشيء اللي احب يعني اوضح لكم اياه اسلوب الحياه. لكن بنفس الوقت احنا طلابنا بالكليه عندهم دوري كره قدم، عندهم يلعبون بادل، فيه يروحون حملات تثقيفيه في المولات. اتوقع انه في احد منكم شافهم بالمولات، شافهم بالبوليفارد بعنيزه، شافهم حتى في شارع البخاري ببريده، وحتى في الرس. يعني يروحون يسوون الحملات هذه، وهذه تعتبر مو دراسه وانما يعني نوع من انواع خدمه المجتمع. فيعني هذا بشكل عام اسلوب الحياه للطالب في كليه الطب. بتكون يعني مركز كثير على الدراسه وعلى الاختبارات. طيب من ناحيه طريقه الدراسه، انتم اكيد متاكد انكم سمعتوا بشيء اسمه بلوكات، بلوكات وكورسات ونظام البلوكات. يعني هذا النظام، نظام الدراسه في كليه الطب يختلف شوي عن الدراسة في الجامعة في الكليات العادية. الكليات العادية يكون عندهم فصول دراسية، فصل تأخذ فصل دراسي وتنزل فيه مواد وتبدأ تدرس هذه المادة. أنت خلاص تعرف هذه المادة، تبدأ محاضرة الساعة 8 يوم الأحد مدة ساعتين، وعندك محاضرة ثانية يوم الثلاثة الساعة 10، وعندك عملي مثلا يوم الأربعاء الساعة 1 الظهر، وتبتل على نفس هذا الجدول يعني طوال الفصل. هذا النظام العادي. لا، حنا في كلية الطب عندنا نظام آخر تماما، نظامنا يختلف تماما عن هذا النظام. حنا نعطيك مادة واحدة فقط اسمها هذا اسمه Body Structure and Function. ينزل له جدول لهذه السبع أسابيع، كل أسبوع يختلف تماما عن الأسبوع اللي قبله. فأنت عندك بالأسبوع الأول مثلا والله عندك يوم الأحد محاضرات، يوم الاثنين، يوم الاثنين بيكون في مثلا كويز على المحاضرات اللي اخذتها قبل، يوم الثلاثاء في عملي، يوم الاربعاء في حلقه نقاش، يوم كذا بهذه الطريقه. ويختلف عن الاسبوع الثاني، يختلف عن الاسبوع الثالث، عن الرابع، حتى نهايه اللي هو الماده هذه. الميزه في هذا النظام انك تمتحن الامتحان الفصلي، تمتحن الامتحان النهائي، وبعدها خلاص انت انهيت هذه الماده وتنساها تماما. إذا تعديت هذه المرحلة أنت انتهيت من هذه المادة، تبدأ بمادة أخرى وتركز على هذه المادة. فما في مواد مشتركة تدخل ويعني تلخبطك بالدراسة، أنه يعني اختبارات متعددة نهائية، هو اختبار نهائي واحد يعني يكون فيه قسم عملي وقسم نظري. فهذه نظام الدراسة في الكلية، نظام كورسات. احنا في كلية الطب عنيزة نسمي كورسات، كلية مليدة وكلية الراجح يسمونه بلوكات. نفس المعنى، كلهم نفس المعنى، معناه انك تبي تدرس يعني ماده، بعدين اذا خلصت من هذه الماده تبدا الماده الثانيه، وبعدين تخلصها وتروح الماده الثانيه الثالثه. انت واحنا غير طبعا يعني ما نمشي على التقويم الدراسي المعتاد من ناحيه الاختبارات النهائيه والاختبارات الفصليه. احنا لنا تقويم من اللي احنا نمشي عليه، ولكن يعني طبعا الاجازات الرسميه من يعني الدراسيه طبعا نمشي عليها. اجازات مثلا اللي هو خلينا نقول اليوم الوطني، يوم التاسيس، اجازه الاعياد والاجازات العامه، كلها يعني محققه عندنا بالنظام. لكن أقصد وقت الاختبارات النهائية وقت الاختبارات الفصلية للتعليم العام يعني ما ينطبق علينا بشكل عام. هذا بالنسبة لأسلوب الحياة. الثلاث سنين الأولى هذه تسمى العلوم الطبية الأساسية، تدرس فيها مواد تعتني أو تعنى بتعليمك الشيء الأساسي عشان تعرف تركيبة الجسم الطبيعية. أنت قبل ما تروح تعالج المرضى أو قبل ما تشوف المرضى وتكتشف الأمراض لازم تعرف وش الشيء الأساسي، وش العلوم الأساسية ل إيش التشريح الطبيعي، إيش علم الأنسجة الطبيعية، إيش برضو تعرف علم الأدوية من ناحية كيف تصرف العلاج، ولكن تعرف أنواع الأدوية، تعرف كيف تشتغل الأدوية، تعرف شلون يعني الدواء كيف يدخل الجسم، كيف طريقة يعني إعطاء الأدوية، إيش الفروق بين هذه الأمور. هذه كلها ندرسها في العلوم الطبية الأساسية، وهذه تستغرق منا 3 سنوات.
بريميد 2 اللي هي السنه التحضيريه الثانيه في كليه الطب، بعدين ام دي 1 وام دي 2. بعدها نروح للعلوم الطبيه السريريه اللي هي مده سنتين اللي فيها طب الباطنه، طب اللي هو الطب النفسي، الجراحه العامه، جراحه العيون، جراحه الانف والاذن والحنجره، طب الاعصاب وجراحه العظام. بالسنه الاخيره تدرس اللي هو طب الاطفال، الاشعه الجلديه، النساء والولاده، الطوارئ، التشريح اللي هو التشريح اللي هو شو الطب التشريح الجنائي اللي هو فورنسيك ميديسن، بعدين اللي هو الطب الاسره طب الاسره، واخر شيء طبعا تدريب عام. هذا بالنسبه هذا الشيء القسم الاخر من التعليم اللي هو العلوم الطبيه السريريه. اذا خلصت ام دي 4 هنا تكون خلصت 6 سنوات عندنا بالكليه، وتدخل على السنه النهائيه اللي فيها راتب 9300 ريال اللي هي سنه الامتياز. طيب العلوم الطبيه الاساسيه فيها هذه المواد اللي بشكل ناخذها بشكل عام في العلوم الطبيه الاساسيه: تشريح وعلم الأنجنة، علم الأنسجة والخلية، علم وظائف الأعضاء، الكيمياء الحيوية، علم الأمراض، علم الأحياء الدقيقة، علم الأدوية، وطب المجتمع، وطب التشريح الجنائي. هذه التخصصات اللي ندرسها في أول 3 سنوات بشكل عام، مع بعض الحالات اللي نجيبها من العلوم الطبية السريرية علشان نوضح بعض الأمور هنا. يعني ندرس علم الأمراض، ولكن يعني ما نتعمق كثير في طريقة التشخيص وفي طريقة العلاج. بعدين بعد ما تخلص العلوم الطبية الأساسية في التخصصات الجراحية، الجراحة العامة، جراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة. هذه تكون في السنتين الأخيرات، السنتين التعليميات الأخيرات في كلية الطب. التخصصات الجراحية، بعدين في تخصصات الطبية اللي هي الباطنة والأعصاب والروماتيزم. إيش الفرق بين التخصصات الجراحية والتخصصات الطبية؟ تخصصات الطبية علم القلب، الروماتيزم، الأعصاب، الطب النفسي، الصدرية، المناعة والأمراض. ليش أنا قاعد أسمي هذه التخصصات الجراحية وهذا أسميه التخصصات الطبية؟ الفرق واضح ويعني بسيط جدا، إذا فهمته خلاص بتبقى معك طول العمر. تخصصات الجراحية معناها في عمليات، في غرفة عمليات وفي جراحة وفي شغل. التخصصات الطبية هذول الأطباء اللي يداوون ويعالجون بالأدوية فقط، أدوية يعني بشكل عام. هذا دائما تكون علاجاتهم بالأدوية. مثلا خلونا نضرب لك مثال، السكر. عمرك سمعت واحد يقول والله أنا بسوي عملية جراحية للسكر؟ لا طبعا ما في شيء اسمه عملية جراحية للسكر، ولكن فيه طبيب بالباطنة، هو اللي طبيب بالباطنة، بعدين فيه تخصص دقيق بالباطنة اللي هو علم أو طبيب الغدد الصماء، هم اللي يعتنون بمرضى السكر. هذا كمثال. مرضى الضغط اللي عندهم يعني مرض الضغط يكون تابعين لعلم القلب. مريض الضغط ما يسوي عملية جراحية، لكن اللي يسوي عملية جراحية اللي في عنده مشكلة في القلب، عنده صمام يحتاج تغيير صمام، هذولا في تخصص ثاني لهم اللي هو جراحة القلب والأوعية الدموية. فهذا الفرق بين التخصصات الجراحية والتخصصات الطبية. طيب فلنفترض أن الطالب دخل كلية الطب ودرس السنة التحضيرية وراح وكمل السنوات الخمس اللي هي التعليمية، 3 سنوات أساسية وسنتين سريرية، بعدين خلص سنة الامتياز. أنت الآن خلصت سنة الامتياز وخدت شهادتك وصرت طبيب. الآن إيش 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 اللي قدامك؟ وإيش الأشياء اللي قدامك؟ طيب أنت الآن إذا أخذت شهادة بكالوريوس طب وجراحة عامة، أنت الآن في مفترق طرق. هذا اللي كنت تتذكرون لما أقول لكم أنت في مفترق الطرق رقم واحد اللي هو اختيار التخصص قبل الجامعة. بعد ما تنتهي كلية الطب أيضا يجي عندك مفترق طرق رقم 2، وهذا المفترق مهم جدا أيضا، تحدد فيه مستقبلك القادم. أنت الآن أمنت مستقبلك من ناحية وظيفية، أنت إن شاء الله بتتوظف، لكن وين الطريق؟ أي سبيل وأي مجال تبي تدخل في المجال الطبي يعني في مجال الكليات الطبيه؟ عندنا 6 مفارق وعندنا 6 مسالك يسلكون الطلاب يعني خريجين كليات الطب. اول تخصص واول مسلك واشهر مسلك اللي هو دراسات عليا اكلينيكيه، هي برامج هيئه التخصصات الصحيه، فيها اللي هو مثل ما تسمعون طب العيون وجراحة العظام، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، واللي هم الجلدية. في 28 تخصص
موجود عندنا في السعوديه يدرسون 28 تخصص من الدراسات العليا الكلينيكيه اللي بعدها تكون اخصائي وتكون استشاري، وبالنهايه تكون يعني يكون شغلك في المستشفى، نهايه العمل هنا يكون في مستشفى تخصصي استشاري، وتشتغل طبعا اذا كان تقدر تشتغل في عيادات خاصه. انا شلون امسح هذا؟ ممتاز. طيب فهذه اللي هي الدراسات العليا الكلينيكيه. في المسار الاخر وغير يعني هو مو مشهور جدا صراحه، دراسات عليا اكاديميه ماجستير ودكتوراه، هذا معناه انك انت تروح تكمل دراسات عليا اكاديميه. بالغالب هذه التخصصات ترجعك تدرس، يعني هذولي الدراسات العليا الكلينيكيه اما تشتغل في المستشفى او تدرس في كليه الطب في خلونا اوريكم هنا في العلوم الطبيه السريه، تدرس في اخر سنتين. لكن العلوم الطبيه الاساسيه هذه ما تدخلها عن طريق الزمالات، وانما تدخلها في الغالب عن طريق ماجستير ودكتوراه في التخصصات الثانيه، مثل ماجستير في علم التشريح ودكتوراه في علم التشريح، وترجع تدرس الطلاب في هذه المرحله من كليه الطب اللي هي علوم الطبيه الاساسيه. فهذا اللي كنت ابي اوضحه، هذه الدراسات العليا الكلينيكيه تكلمنا عنها، بعدين الدراسات عليا اكاديميه ماجستير ودكتوراه تدرس في علوم الطبيه الاساسيه. في خيار ثالث اللي ممارسه العمل الكلينيكي من دون دراسات عليا، انت خلاص صرت طبيب عام، انا تقول والله انا خلاص انا بكمل طبيب عام، ما ابي انا ما ابي دراسه، انا مليت من الدراسه ابي اشتغل. فخلاص تقدر تدخل مستشفى، تدخل مستوصف صحي، مستوصف صحي اولي، ولك راتب ممتاز، يعني حتى يعني راتبك مو بسيء في المرحله هذه، لكن تطورك الوظيفي بيكون محدود وتكون تقدم بشكل بسيط. ايضا هناك عمل عسكري، يعني ممكن تدخل في السلك العسكري ويخصصونك في تخصص معين، وتصير يعني يمكن سمعتوا قبل العقيده الدكتور فلان فلاني او الدكتور النقيب فلان فلاني جراح قلب مثلا، هذا ايضا من ضمن الخيارات. في التأمينات الطبية أيضا، في هذا الثلاث تخصصات الأخيرة والثلاث مسالك الأخيرة، هذه أشياء حديثة يعني إلى الآن ما بعد بدأت الناس يعني تتوجه يعني لهذا الاتجاه. التأمينات الطبية بشكل عام جاية بقوة، إن الطبيب يتخرج بعدين يروح يتوظف في التأمينات الطبية علشان تقدير التأمينات وقبول طلبات تغطية تكاليف التأمينات الطبية، كل هذا الآن مطلوب، يعني أطباء مطلوبين في هذه التخصصات، لهم دراسات، يأخذون دبلومات، يأخذون ماجستير في هذه التخصصات ويكملون في هذا المكان. أيضا الحقوق والمحاماة، طبيب ممكن يتخرج من كلية الطب بعدين يدخل يأخذ يعني بكالوريوس حقوق ومحاماة، ويبدأ يدخل في موضوع اللي هو الدفاع عن المستشفيات، أو حتى المطالبات في المحكمة لأخطاء الطبية وطريقة علاج هذه الأخطاء، والاستشارات يعني في حقوق المرضى، واستشارات في حقوق المستشفيات والأشياء هذه كلها. فهذا أيضا مسار جديد يعني بدأ العمل فيه. الإدارة والتخطيط ومتابعة الجودة، هذه أيضا من ضمن الإكسارات الجديدة، أنه الواحد يتخرج طبيب لكنه يدخل في مثلا يأخذ ماجستير في إدارة المستشفيات، ويبدأ يدخل في هذا السلك من السلك الإداري، فما يمارس العمل الطبي بشكل مباشر، وإنما يكون له الأفضلية في إدارة المستشفيات وإدارة المستوصفات والأشياء هذه. طيب قبل ما أطلع عن مفترق الطرق، ودي أشوف الأسئلة بشكل سريع. 45 طالب في كلية الطب بعنيزة، 100 طالب في كلية الطب في مليدة، وأتوقع 40 طالب في الراجل. إيش أفضل، طب وجراحة أو طب بشري؟ هي نفس الشيء، نفس الشيء. منيرة الطب البشري وطب الجراحة نفس الشيء، كلهم يتخرجون طبيب عام. هل ببدأ أدرس طوال العمر بسبب دخول الطب بما أنه تخصص متجدد؟ يعني بشكل عام نعم، نعم. هو مو بدراسة بقدر ما أنه تحديث، تحدث معلوماتك بشكل مستمر، ولا يكون يعني دراسة يعني مستمرة، وإنما هي تجديد معلومات، انخراط في بعض
يعني المؤتمرات الطبية والاطلاع على الأبحاث الجديدة المنشورة. هذه الأشياء. والله ما شاء الله الأسئلة واجد بالحيل ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا أقول لعل شجون تقرين بعض الأسئلة وتشوفين الأسئلة المهمة والأسئلة المتكررة نمسحها. فمر على الأسئلة المهمة ويعني أعطيني إياها. لا لا، البنات مو 300 مقعد، البنات أتذكر أنه 50 مقعد في كلية مليدة، هذا اللي أنا أعرفه. قد يكون تغير الرقم، لكن هذا اللي أنا أتذكر، أن الطلاب يقبلون 100 طالب، يقبلون 100 أو 50 طالبة في مليدة. وأنا من المتأكد صراحة، يبيكم تسألون أحد في مليدة. طيب شجون، ركزي تكفين مع الأسئلة، ولعلك تجمعين الأسئلة المتكررة والأسئلة المهمة ونجاوبها بعد شوي. نرجع الآن لبعض الأشياء المهمة هنا. طيب، بعد ما تتخرج وتخلص الطب، تدخل في الأشياء اللي قبل شوية تكلمنا عنها، إما أنك تدخل العلوم الطبية الأساسية وتدرس تشريح، علم الأنسجة، علم مضاعف الأعضاء، الفسيولوجي، الكيمياء الحيوية، علم الأمراض، تجي تدرس في الجامعة في هذه الكلية. طبعاً هذه التخصصات السعوديين فيها قليلين جداً، قليلين جداً 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 في الجامعة. أنا أتكلم بالجامعة، قليلين جداً، وفيه حاجة ماسة لهذه التخصصات. العلوم الطبية السريرية الجامعة مليانة ما شاء الله تبارك الرحمن، ما عندنا ولا حتى مقعد واحد للقبول في هذه التخصصات، لكن أنا أتكلم عن الجامعة فقط. لكن مستشفيات المنطقة، مستشفيات المملكة إلى الآن بحاجة التخصصات الجراحية والتخصصات الطبية، أيضا المستوصفات الصحية أي إلى الآن في حاجة، المستشفيات الخاصة تحتاج إلى الناس هذول. فهذا إلى الآن فيه احتياج في المجال بشكل عام، لكن جامعة القصيم امتلأ صراحة، الحمد لله، يعني صار عندنا اكتفاء ذاتي في هذه التخصصات. طيب، هذا موضوع آخر، يعني الصراحة ما ودي أتكلم به الآن، وش الفرق بين الدراسات العليا الكلينيكية لبرامج التخصصات والدراسات العليا الأكاديمية. هذه إن شاء الله الطلاب اللي انخرطوا معنا في كلية الطب ووصلوا السنوات الأخيرة ممكن نتكلم لهم عن هذه المواضيع إن شاء الله لاحقا. طيب، بعض الأسئلة تو قال، جاء سؤال كان يقول هل أنا خلاص ببدأ أدرس طول عمري وخلاص، يعني تصير حياتي كلها دراسة، يعني 14 سنة بس وأنا أدرس؟ طبعا الجواب لا، هو بيرجع لشخصيتك، لكن بشكل عام حتى أثناء الدراسة ما يمنعك أبدا أنك يعني تروح وتدرس وبنفس الوقت تمارس أنشطتك وتمارس يعني هواياتك. هذه الصور أنا ملتقطها شخصيا في أثناء دراستي الدكتوراه في بريطانيا، وأنا أدرس الدكتوراه، يعني دارس دكتوراه، مو قاعد أسوي شيء بسيط. ومع ذلك كنت ألعب كورة، وكنت أطلع بالدراجات بشكل أسبوعي، كنا نروح اللي هو الهايكينج، ونطلع نصعد الجبال والأماكن هذه، وبنفس الوقت طبعا تشتغل، تروح للأماكن هذه المظلمة والغرف الكئيبة وتشتغل. لكن هذا ما يمنع أبدا أنك تروح وتمارس هواياتك وتطلع وتتمشى وتشوف الدنيا، وهذا اللي ننصحه دائما. احنا حتى نحاول يعني بكليتنا بعنيز الان ان نسوي دوريات كره قدم، نسوي بادل، نحاول انه الطلاب يطلعون من هذا اللي القوقعه حقتهم، يعني الاهتمام الزايد بالدراسه. طيب، العائد المادي وهو شيء مهم جدا جدا جدا، لعلي يعني قاعد اشوف، بس بشوف بطلع بشكل بسيط على الاسئله في شيء نقدر نجاوب عليه بسرعه. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يلا حي، هلا وسهلا، تفضل. دكتور، ممكن تعطينا تفاصيل أكثر عن العمل في القطاع العسكري؟ القطاع العسكري طول العمر هذا بعد ما تخلص كليه الطب يفتحون في القطاعات العسكريه بشكل عام، وزاره الدفاع والحرس الملكي، وحتى يعني في وزارة الداخلية بالنسبة للقطاعات الأمنية يفتحون القبول للأطباء أنهم يدخلون، يتعسكرون طبعا، يدخلون دورة مدة 9 شهور عسكرية، تطلع بعد الدورة هذه تعلق نقيب، تعلق 3 نجمات وتكون نقيب. بعدها نفس يعني الوزارة اللي أنت انقبلت فيها ممكن تطلب منك أنك تروح تكمل دراسات عليا في تخصص معين. طبعا انت لا تملك حريه الاختيار،
وانما الوزاره هي اللي تقول ترى احنا نحتاج طبيب او استشاري عظام، رح ادرس عظام. فهذا بالنسبه للقطاع العسكري. وبالنسبه للاطباء بشكل عام هو قطاع غير مفضل صراحه، الاولويه الاولى للدراسات الاكلينيكيه بعد الدراسات الاكاديميه بشكل عام. طيب نرجع ناخذ بعض الاسئله السريعه. ملازم اول باقدميه سنتين وبعد على طول تاخذ اللي هو نقيب. وبالنسبه نعم. للعوائد الماديه دكتور هل هي اكثر؟ نوعا ما فيها عندهم، بس اذكر بدل واحد يزيد عليهم ويكونون يعني عندهم عائد مادي اعلى نوعا ما. برجع لهم بعد شوي، الحين بس اعطوني فرصه اخلص الاشياء اللي اشوف بعض الاسئله. السنه الاولى بتكون نفس المواد نفس التحضيري العام؟ نعم. السنه القادمه الجايه تكون نفس المسار الصحي للسنه التحضيريه السنه الماضيه. الان بنيجي للراتب. القطاع العسكري غير مفضل بسبب التطور الطبي وايضا مثل التحيادات. نعم هذه كل اشياء صحيح فارس. تفضل في احد دخل قبل شوي. إيه؟ تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل في شروط لازم انجزها عشان انتقل للسنه التحضيريه الثانيه؟ السنة التحضيرية الثانية حاليا لا، ما في شروط. كان في مقترح انه يكون الحد الادنى للقبول في السنة التحضيرية الثانية انك تجيب 4.5، لكن لم يعمل فيه ولم يعني حتى الان غير معتمد، ولا اتوقع ان يعتمدونه صراحة. اتوقع انه يدخلون الطلاب على طول السنة التحضيرية الثانية اللي انقبلوا في السنة التحضيرية الاولى، لكن طبعا بشرط انك ما ترسب، ما تشيل مادة. يعني إذا كنت ناجح في جميع المواد المفترض أنك تدخل. لا تأخذون كلامي على لأنه الآن حتى الآن هذا الموضوع يعني تدرسه الجامعة بشكل جدي، لأنه حتى ما يخسر الطالب وقته أساسا. إذا كان الطالب في السنة التحضيرية الأولى مو بقادر أنه يجيب معدل عالي، فمعناه أنه إذا دخل كلية الطب بيتعرقل وبيضيع وقته، يعني بيطول، بياخذ سنه وسنتين وثلاثه وهو يحاول يعدي هذه المرحله ولا يقدر. فيعني رأفة بهذول الطلاب اللي بالعاده دائما يكبرون ويحاولون انهم يعني يحاولون انهم يتخطون هذه العثره، لكنه يعني امكانياتهم ما تسمح له انه يتعداها، ولا في ناس يعني غير ملائم بشخصيته للطب، يصير هو ناس يعني من الأشخاص اللي يفهمون بقوة. يعني شخص لو تحطه مهندس يجيب لك 5 من 5 بدراسة الهندسة، لكن بالطب لأنه تعتمد على الحفظ والفهم نفس الوقت ما يقدر يمشي. فهذول الناس المبدعين بالهندسة يعني إذا دخلوا كلية الطب يتعثرون بشكل عام، أو يقل تحصيلهم الدراسي. فيعني نحاول أننا نساعدهم أنهم يتخذوا قرارهم من البداية. ممكن تقول اسم طيب. مواد السنة الأولى؟ تعال تفضل. مين بدرسنا؟ تابعين للكلية والجامعة؟ السنة الأولى تابعين للجامعة، لكن السنة التحضيرية الثانية تابعين للكلية. أوكي شكرا. العفو. ممكن تقول اسم مواد السنة الأولى؟ يعني بندرس إحصاء وفيزياء. نعم السنة الأولى التحضيرية فيها إحصاء على ما أعتقد وفيزياء، وفيها مواد إنجليزية كثيرة في الرايتنج والجرامر والليسنينج والأشياء هذه، في أيضا أحياء وكيمياء حيوية. لا يوجد سكراب في السنة الأولى، السنة الأولى ما فيها سكراب. إن شاء الله بإذن الله تلقون التسجيل في حسابي وفي حساب مجموعة هماليلة التطوعية. المصطلحات الطبية بشكل عام تكون في السنة الأولى إن شاء الله. السنة الأولى بيكون في مادة اسمها medical language in medicine، لكنها حتى الآن يعني ما أعتقد أنها تم العمل فيها، لكن إذا ما أخذتوها في السنة الأولى إن شاء الله بتكون بالسنة الثانية. الطلاب الصحي اللي ما زالوا يدرسون تحضير السنة القادمة كم مقاعد الطب المخصصة لهم؟ طلاب الصحي للسنة القادمة ما أدري صراحة، لا أعلم الصراحة. هذولا في خانة يعني مظلمة حاليا، يحتاجون يراجعون عمود عملية القبول والتسجيل اللي يعني عشان يعرفون وين مكانهم. اللي عنده ضعف باللغة الإنجليزية بيله وقت طويل عشان يحسن اللغة، ولا من أول سنة يدخلونها البعض؟ طبعا اللغة الإنجليزية هي هاجس كبير الصراحة كلية الطب. ما راح أضحك عليك وأقول لك يعني إنه سهلة،
لا والله تحتاج مكافحة، تحتاج ترجمة مستمرة. بتلاحظ نفسك أنت بأول سنة بكلية الطب أنك تترجم كثير، الترجم كثير، لكن مع الوقت السنة الثانية تلقى الترجمة أقل، السنة الثالثة تلقاك تترجم بعض المصطلحات اللي تمر. فهذه إن شاء الله يعني بتتخطونها. الإنجليزي طبعا هو مهم، هو ليس عائق وإنما هي عتبة تحتاج أنك تتغلب عليها، يعني تحتاج أنك تبذل مجهود عشان تتعدى هذه العتبة، لأن الكتب كلها باللغة الإنجليزية، في دكتور دكاترة يدرسوا باللغة الإنجليزية، الاختبارات كلها باللغة الإنجليزية. نعم تفضل. دكتور أنا عندي سؤال بخصوص طلبة التحضير اللي الآن بالتحضير العام قالهم كذا سمستر أو سمسترين وبعدين السنة الجاية إن شاء الله راح يفتح لهم التخصيص، إيش بيصير بخصوصنا يعني؟ قبل شوي أنا حسباني إنه بيصير نفس الآلية يعني. ممكن تعدي سؤالك؟ كلام خوفني. معلش بعيد مرة ثانية. إيه؟ سؤالي بخصوص الطلبة اللي تحضيري عام من العام الماضي، فاهم؟ إيه؟ اللي بقالهم سمستر أو سمسترين يعني. وفي من ضمنهم المسار الصحي صح؟ إيه من ضمنهم المسار الصحي. إيه؟ فسؤالي الحين وش بيصير بخصوصنا أنا اللي كان حسبالي وحسبال زملائي إنه راح يفتح التسجيل بعد سنة للرغبات ونحط يعني طب أو صيدلة وهكذا، بس أنت خوفتني قبل شوي يعني. فعلا فعلا ترى انا مثلك، انا لا اعلم الصراحه وش بيسوون الجامعه، لانه الان السنه القادمه هذه بدايه السنه هذه اللي بتبدا بعد شهر ان شاء الله بيجون المسار الصحي اللي انتهوا من المسار الصحي السنه الماضيه، واللي انتهوا من المسار الصحي اثناء يعني الترم الصيفي، هذول بيجوننا السنه القادمه هذه. السنه اللي بعده الان احنا قاعدين نقبلهم اللي هم حقين خريجين الثانويه، شفت اللي تخرجوا الحين من الثانويه العامه وعندهم موزونه وكذا، قاعدين نقبلهم احنا على السنه اللي بعدها. ف إيه بس الفكره فهمت فكرتي؟ اي فهمت فكرتك، بس ولا قاطعك في نقطه انه الحين الجامعه العام الماضي حطت الرغبات انه تحضيري ترم اول تنقبل يا طالب او تحضيري ترم ثاني او تحضيري ترم ثالث. صحيح صحيح، هذول يبقى لهم مستويات معينه، فهذه بياخذونها ان شاء الله السنه هذه اللي احنا داخلين بها. اذا انا محدثك بقالي ليفل 2 ومسار صحي. تمام فهمت عليك. ايه هذه الصراحه انا ما اقدر افتي بهذه المواضيع لانها اختصاص عماده القبول والتسجيل. اذا يعني اذا تبين نصيحتي توجهين لعماده القبول والتسجيل بنفسك، لا ترسلين لا تتصلين اما انت او مثلا والدك، وانا انصح انه انت تروحين لان الجامعه مفتوحه للجميع، تقدرين تدخلين الان، فتقدرين تروحين للجامعة وتدخلين عمادة القبول والتسجيل، قولي أبي أسأل عمادة يعني أحد المسؤولين في عمادة القبول والتسجيل أبي وش بيصير علينا، لأنه أنا صراحة ما عندي خبر ولا يعني يعني حتى يعني ما جان الموضوع هذا إلا يوم قريت سؤال بالأسئلة اللي المكتوبة عن هذا الموضوع فطرخ ببالي، فما أدري الصراحة عمادة القبول والتسجيل وشلون تتصرف مع هذول الطلاب، فتحتاجون تستوضحون منهم إن شاء الله. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب نرجع بشكل سريع عشان نتكلم عن العائد المادي بشكل عام وبعدين نفتح الأسئلة مرة ثانية. العائد المادي للطبيب الآن اتفقنا أنه 6 سنوات الأولى يأخذ الطب يعني طالب الطب يأخذ 990 ريال، هذه اللي هي مكافأة الجامعة. السنة الأخيرة في الدراسة اللي هي السنة السابعة وسنة الامتياز يأخذ 9300 ريال. بعد ما يخلص سنة الامتياز إذا دخلت في التخصصات الأكاديمية على على وظيفة معيد، طبعا هذه الوظائف المعيدين حاليا قليلة ونادرة صراحة أنك تدخل تصير معيد. إيش معنى معيد؟ معناها أنك أنت تخرجت من كلية الطب، الكلية عندها وظيفة اسمها معيد، هم يحتاجون مثلا معيد في قسم التشريح أو في تخصص علم الأنسجة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض اللي هي تخصصات العلوم الطبية الأساسية، علوم الطبية الأساسية، فأنت تروح تتوظف في الجامعة باسم معيد، بعدين الجامعة تبتعثك علشان تروح تكمل ماجستير وتصير محاضر، بعدين بعد الماجستير تبتعثك تسوي دكتوراه عشان تصير أستاذ مساعد، تصير أستاذ مساعد وهذه المرحلة اللي بعد ما تأخذ الدكتوراه، وهذا العائد المادي بالنسبة لك. فأول أول راتب يستلمه المعيد في كلية الطب 18,000 إلى 20,000، المعيد يأخذ مرتب يتراوح بين هذه الأرقام. إحنا نقول متوسط، فمعناه ممكن يأخذ أقل شوي، وحتى في معيدين يصلون رواتبهم إلى 23 و 22 أيضا.
بعد إذا صرت محاضر معناه أنك معك ماجستير تأخذ من 22 إلى 26 ألف. بعد ما تخلص الدكتوراه تأخذ من 34 إلى 38 ألف، تزيد وتنقص أيضا على حسب البوزيشن اللي أنت ماسك. إذا كنت عضو هيئة تدريس فقط 34 ألف، لكن إذا كنت والله رئيس قسم، وكيل كلية، عميد كلية، يزيد المبلغ ويصل حتى 42 ألف الأستاذ مساعد على حسب المكان اللي أنت تشتغل فيه. أستاذ مشارك هي مرحلة بعد الأستاذ مساعد، ولا تحتاج إلى دراسة، وإنما تحتاج إلى بحوث. تقدم 4 نقاط بحثية، نشر بحثي في مجلات علمية معتمدة، بعدين ترقى الأستاذ مشارك اللي هو Associate Professor، بعدين آخر شيء اللي هو الأستاذ أو البروفيسور. البروفيسور يأخذ من 54 إلى 58 ألف ريال. هذه اللي هو الرواتب في تخصصات الأكاديمية العلوم الطبية الأساسية اللي كنا نقول إنها علم التشريح، علم الأنسجة. هذه التخصصات ما تصير طبيب بالمستشفى، مالك عيادة بالمستشفى، وإنما تصير تدرس في كلية الطب. أنا تخصصي في التشريح وعلم الأنسجة، وأدرس كلية الطب في التشريح، وعندي يعني الدكتوراه حقتي كان في الخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة، هندسة الأنسجة بشكل يعني صناعي، لكن أدرس الطلاب الحين في كلية الطب علم التشريح وعلم الأجنة أيضا. فهذه الأشياء اللي أنا درستها في كلية الطب، وهذه يعني العائد المالي لهم. التخصصات السريرية اللي هي الطبية والجراحية، اللي فيها طب الجراحة، الباطنة، علم الأمراض اللي هو طب العيون، طب الأنف والأذن والحنجرة، والتخصصات هذه. يعني أول ما تتخرج من الكلية وتتوظف طبيب عام بدون تخصص دقيق، يكون راتبك من 18 إلى 20 ألف. حتى لو كنت في مستوصف صحي ممكن يصل راتبك إلى 22 ألف. فيعني العائد المالي ممتاز جدا الصراحة. لكن المشكلة في الطبيب عام من دون تخصص دقيق أنك تكون تعتمد على العلاوة السنوية، تقريبا 500 ريال نهاية كل سنة يزيد راتبك، وما عندك قفزات يعني في الكارير باث حقك أو في مهنتك. لكن طبيب مقيم في تخصص دقيق تبدأ ب 17 ألف، طبعا أقل شوي من الطبيب العام، لكنك ترتفع بسرعة، علاواتك أعلى من الطبيب العام. الطبيب العام علاوته 500 ريال، هنا تقريبا 750 ريال. في بعض المستشفيات ترتفع أكثر، يبدو لي أنه كان صار فيها تحديث أخير، ما نطلع على التحديث الأخير، لكنه أتذكر كان مستشفى مكفيصل تخصص العلاوة السنوية 1000 ريال، فتبدأ ب 17 تنتهي ب 21 ألف ريال إذا خلصت برنامج الإقامة اللي هو 4 سنوات في التخصص الدقيق. بعد ما تخلص برنامج الإقامة وتصير أخصائي، يكون راتبك بين 28 إلى 35 ألف على حسب مكانك وعلى حسب الأشياء اللي المكان اللي أنت توظف فيه، المستشفى خاص، مستشفى حكومي، مستشفى تشغيل ذاتي. كل هذه الأشياء تفرق من ناحية المرتب. بعدين آخر شيء الاستشاري يبدأ من 30 ألف إلى 45 ألف. في يعني في فروقات معينة بين التخصصات الأكاديمية والتخصصات السريرية، مو من الناحية ناحية المردود المالي، وإنما من ناحية الوقت. أنا كطبيب ومتخصص في العلوم الطبية الأساسية ودرس كل طلاب الطب في كلية الطب، وقتي ملكي. أنا ما عندي عيادات بالمستشفى ولا عندي عيادات خاصة تأخذ من وقتي ويصير يعني وقتي في المستشفى. أيضا في استثمار بالأبحاث العلمية. الأبحاث إذا نشرت بحث علمي يزود على راتبك من 5 إلى 20% على حسب قوة المجلة العلمية اللي أنت بحثت فيها. فأنت ممكن تزيد راتبك 100% بالأبحاث العلمية. إذا سويت لك 10 أبحاث علمية، والأبحاث العلمية مشهورة في يعني مجلات متوسطة، أنت الآن تأخذ 100% زيادة على راتبك، مو على الراتب الكامل هذا، وإنما على الراتب الأساسي. يعني تقريبا الراتب الأساسي يوازي يعني هنا في المحاضر تقريبا 12 ألف، 10 ألاف في أستاذ مساعد ممكن يصير 14 ألف، أستاذ مشارك ممكن يصل إلى 18 ألف. فأنت تأخذ 18 ألف زيادة على راتبك، أو خلنا نقول إذا ما وصلت إلى مرحلة 100% ممكن تصل 50%، خلنا نقول فأنت تزود 9 آلاف ريال على راتبك الشهري بالاستثمار بالأبحاث العلمية. طبعا عندك وقت للاستثمار التجاري، تقدر تفتح محلات، تقدر تشتغل في
يعني في الاستثمار التجاري بشكل عام، العقار والأشياء هذه. الاستثمار الإداري إنك تطور نفسك إداريا علشان تستقطب من الكليات الأخرى، يعني مثلا كلية الراجحي يستقطبون ناس علشان يصيرون عمدة وكلاء بالكلية عشان يساعدونهم من هذه الناحية. فناس في ناس تستثمر بالأشياء الإدارية هذه. التخصصات السريرية طبعا لها رونقها الخاص ولها يعني وجهتها في المجتمع، انك تكون في المستشفى رئيس قسم الجراحة في المستشفى، يعني لك مكانتك في 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 المجتمع بشكل عام وفي المستشفى. ايضا فيها لهم مجال في الاستثمار في العيادات الخاصة، وهنا في مشكلة كبيرة يقع فيها الأطباء والناس المقبلين على الطب، يقول خلاص انا بتخرج وبصير طبيب وبتخصص جلدية وبروح بفتح عيادة جلدية وبروح اترزق الله مثل الناس. مو بالبساطة اللي انت متخيلها، يعني ممكن تطلع طبيب جلدية لكنه يعني ما يحالفك الحظ بالانتشار وفي الإبداع بالعمل، ويعني إنك تسوي لك عيادة خاصة ويكون عليها إقبال وتبدأ يعني يجيك مردود مالي عالي. فهذا من ضمن الأوهام اللي تنتشر بين الأطباء، مثلاً أطباء التجميل، أطباء جراحة القلب، جراحة يعني الجراحات المختلفة هذه كلها. يعني احتمال مو بسيط، احتمال كبير انه يكون شغلك خلاص في المستشفى وفي هذا المستشفى فقط، ولك الراتب حقك فقط، ولا تقدر تستثمر في العيادات الخاصة، ما يكون لك مجال فيه. فهذا من ضمن الأشياء اللي انتبه لها. طيب، آخر مفصل هي حياة الطبيب بعد انتهاء الدراسة. حياة الطبيب، يعني انت اذا خلصت 7 سنوات طب ويعني 5 سنوات خلينا نقول تخصص، ايش بيصير عليك بعد هذه ال 13 سنه و 14 سنه؟ خلونا نتفق اول شيء ان 14 سنه الاولى هذه و 13 سنه اللي فيها دراسه الطب ليست سيئه، هي فيها صعوبات، فيها تحديات، ولكن ليست سيئه، وفيها شيء مهم جدا 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 مقارنه بجميع التخصصات الاخرى، انك تدرس وانك تجتهد وان تعرف ان في شيء قدامك ممتاز، في شيء كويس انت مقبل عليه. فلما تجتهد انت بتقول والله انا قاعد اجتهد ولا ادري. يعني مثلا اطباء او المهندسين المدنيين الان المهندس المدني اللي يدرس في جامعه القصيم في كليه الهندسه وتخصصه مدني ما يدري وش هو مقبل عليه، مع انه تخصصه صعب، مو دراسته مو بسهله، لكنه ممكن يطلع ويتفاجئ بسوق العمل انه ما هو مطلوب تخصص. وايضا حتى هندسه الميكانيكا، هندسه الكهرباء، صار سوق العمل متشبع بالمهندسين، فانت تتعب وتشتغل وانت ما تدري وش بيصير عليك لاحقا. لكن أنت كطبيب السنوات اللي يكون فيها الدخل حقك محدود هي أول ست سنوات، سنة تحضيرية وسنة تحضيرية الثانية وسنتين العلوم الطبية الأساسية وسنتين العلوم الطبية السريرية. سنة الامتياز نعتبرها ممتازة، 9300 ممتازة الصراحة، كويسة. حنا يعني كنا نتزوج يعني سنة الامتياز، وحتى الطلاب الثانيين يتزوجون في سنة الامتياز لأنه يعتبر دخل كويس. لكن الأربع أو الخمس سنوات اللاحقة اللي آخر التدريب أو آخر التعليم كطبيب، هذه لك دخل ممتاز، يعني يصل إلى 22,000 ريال، وهذا دخل رائع جدا وممتاز. صح أنه يعني فيها دراسة وفيها عمل نفس الوقت، لكن أنت مردودك المالي عادي ممتاز، يعني فيها حياة اجتماعية ممتازة من الناحية يعني الوجاهة والأشياء هذه. فهذه الميزة في كلية الطب. فأنت بعد ما تخلص 14 سنة هذه بتلقى نفسك يعني إما تشتغل في مستشفى حكومي وعندك عيادات خاصة مع الحبيب، أيضا تلقى نفسك يعني قد تلقى نفسك تاجر عقار، تشتري بالأراضي وتبيع، وعندك عمارة هنا وتبيع بشقق هنا، يعني هذا كلها من الأشياء اللي ممكن تلقاها بعدين. ما شاء الله يعني تحصل فلوس إن شاء الله، وعندك السيارة ممتازة، وتشتري لك فيلا وتسافر وتروح وتجي، كل هذه الأشياء بتكون هي حياتك بشكل عام. أنت تكون مرتاح مادياً، أنت لن تكون ثري كطبيب، تكون ثري أنا أقصد الثراء الفاحش، وإنما بتكون مرتاح مادياً، سيارتك من أحسن السيارات وبيتك زين وتسافر وأنت مرتاح. طبعاً هذا الطبيب اللي يمشي على وظيفته فقط ولا ما يكون عنده استثمارات أخرى يعني تزيد من دخله تزيده علشان يوصل مرحلة يعني الثراء. لكن أهم شيء وأهم
رسالة يقدمها الطبيب بعد التخرج، بعد إنهاء كل أموره يعني من دراسة الطب وبدأ العمل الحقيقي، هي صورة واحدة بس، يعني هي آخر شيء في هذه الندوة اللي هي هذه الصورة. هذه الصورة عندما تنقذ حياة مريض، عندما يعني مثل كذا يعني أب يكون عنده مشكلة مع طفله، وأنت اللي أنقذت هذا الطفل، أنت اللي ساعدتهم يتخطون هذه المحنة، فهذا يعني أفضل شيء ممكن يحصل الطبيب في حياتك. فكذا كنا ختمت مشاركتي في هذه الندوة، أتمنى أن أكون يعني أفدتكم وعطيتكم فكرة عامة عن الطب بشكل عام، وهذا كان هدف الأساسي للمحاضرة، أن الواحد يصير عنده تصور لمدة يعني 30 سنة قدام إيش وشلون بتصير الحياة بشكل عام بالثلاثين سنة القادمة. ما كان الهدف أنه أساعدكم بالقبول أو أساعدكم في تحضير مثلا التحضير للدراسة أو شيء، لا، أنا كان ودي يكون عند الطلاب اللي مهتمين بكلية الطب فكرة عن مهنة الطب، فكرة عن حياة الطبيب بشكل عام. هل أنا أحتاج أو هل أنا يعني يناسب هذا التوجه، يناسب هذا المجال الدراسة؟ الآن باقي معنا من الوقت تقريبا 20 دقيقة، أفتح مجال للأسئلة. نرجس، آسف، شجون، إذا كنت حضرت بعض الأسئلة هي اللي تشاركينا فيها. يعطيك العافية والله دكتور، صراحة لميت بالموضوع لدرجة توبت عن كل السؤالات، يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. يعطيك العافية على شرحك، وأنا تخصصي أدبي، أقدر أحول إلى تخصصات ثانية مثل طب ولا؟ والله لا أعتقد أن التخصصات الأدبية مفتوح لها المنافسة على يعني القبول في كليات الطب والكليات الصحية بشكل عام. التخصصات الأدبية، أنا تخصصي في الثانوي كان علمي. علمي؟ تمام، تخرج في كلية تمام، ما فهم سؤالك. أجل أدبي وشون يعني تخصصك أدبي في الجامعة الحين؟ أنت عندنا بالجامعة؟ إيه في الجامعة تخصصي أدبي. التحويل لكلية الطب محصور فقط على الكليات الصحية بجامعة القصيم للأسف. الكليات الأدبية والكليات التطبيقية والعلمية وحتى الهندسة ما يقدرون يحولون الكلية الطب، وإنما كلية الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، طب الأسنان، كل هذول يقدرون يجون عندنا. طيب نشوف سؤال ثاني، خلنا نشوف أسئلة بس قبل من الشات. كم متوسط ساعات المذاكرة اللي تحتاجها كل يوم تقريبا؟ يعني ما يعادل، أنا ما ودي أخوفكم الصراحة، لكن هي تعتمد على الشخص. في طلاب يذاكرون ساعتين باليوم، في طلاب يذاكرون ست ساعات في اليوم، كل طالب ويعني وطريقة. وفي طلاب ترى ما يذاكرون إلا قبل الامتحان. لعلنا نشوف اللي يسولفون دولا. يمدي أجل، جبها كذا بس قربها مثل ما هي بالطول. يا دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن الله يجزاك خير، أول شيء حياك الله، لكن ترى مفتوح المايك أبو عبد الله. دكتور عبد الرحمن زملائنا من أطباء في كلية الراجحي. هج خلاص الله يساعدك. طيب خلنا نرجع للأسئلة. القبول، طبعا القبول السنة هذه الآن عند عمادة القبول والتسجيل، يقدمون الطلاب كلهم، وبعدين يكون التخصيص نهائي يعني بعد كم يوم إن شاء الله. أعتقد أنه إذا ما نب مواهم فهم كانوا كاتبين أنه بيوم 8 هجري، فما أعرف الصراحة إذا كانوا يحطون التخصيص في هذا الوقت أو لا. الله يحييك ابو محمد، ترى معذره ان فتح الميكروفون وانا ما انتبهت الحقيقه. الله يحييك، الله يحييك ابو محمد، سبحان الله. لا لا بد الله يحييك دكتور عبد الرحمن عبد الله، اللي دكتور عبد الرحمن ايضا زميل في التخصص طبيب وفي تخصص التشريح وعلم الاجنه، ويدرس في جامعه الراجحي. منورنا دكتور عبد الرحمن، الله يحييك. الله يرفع قدرك ابو محمد، هذا كرم منك والحين ما تعلى على الحاجب على قولتهم، لكن انا الحقيقه استفدت مثل ما استفاد الحاضرين
جزاك الله خير، الله يكتب اجرك، ما قصرت الله اجرك. الله يسعدك، الله يخليك. نلبس سكراب السنة. لا لا ما في حنين، ما في سكراب السنة الأولى، التحضيرية الأولى ما فيها سكراب، لكن السنة التحضيرية الثانية إن شاء الله فيه. كم الترم جامعة الراجحين؟ أتذكر طلعت على الأسعار تختلف من ترم لترم، لكنه يبدأ 30,000 ريال، وإذا كان أبو عبد الله بيعقب علي دكتور عبد الرحمن عبد الله، يبدأ 30,000 ريال، بعدين في بعض الأترام تزود 36,000 ريال. بعد الغاء التحضيرية ما نقدر نحول متخصص علمي للطب؟ لا لا صراحة، ما تحويل كلية الطب من تخصصات الطبية فقط. اي نعم، في حسابات، في حسابات، عندي حساب على تويتر، وفي طبعا ايميل الجامعة موجود. الله يحييكم، سأستقبل استفساراتكم على الايميلات. ايضا لا تنسون اللي يحب يشارك فريق همالين التطوعي، فريق رائع جدا ومن افضل الفرق في منطقة القصيم، من الفرق الحية والفرق اللي لها مبادرات. فاللي بينضم للفريق التطوعي يشارك بأي شيء، هم فريق كبير جدا، أعتقد أنه يصل إلى 400 شخص ومن جميع التخصصات وجميع الأشياء، هو تطوع طبعا. فتفضلوا الانضمام للفريق التطوعي. هل في اختلاف سواء بداية الدراسة بين مليدة وعنيزة يا دكتور؟ نعم، في السنة التحضيرية حاليا ما في فرق، لكن السنوات الدراسية نعم إلا في فرق. نعم، المفاضلة على حسب النسبة الموزونة فقط في كليات الطب التابعة لجامعة القصيم. نعم، تقدر تحول مختبرات طبية للطب العام إذا ارتفع معدلك طبعا، لكن تحتاج تجيب معدل عالي جدا. السنة هذه وقفنا على 4.7 و4.75 للبنات. كل اللي علمي ويبي طب يحول التحضيري أول، لكن اللي صحي ويبي طب على طول تحويل. شلون الحين؟ إلى الآن إذا كنت أنت في تخصص صحي بالصيدلة بالتمريض تقدر تحول الطب على طول، لكن طبعاً بعد استيفاء الشروط التحويل. هل يفرق دراسة طب بعنيزة ومليدة؟ نعم تفرق دراسة طب بعنيزة ومليدة، الدراسة تفرق. بالنهاية كلكم تتخرجون طبيب عام، فما في فرق من ناحية المخرجات، وإنما الاختلاف في طريقة الدراسة، التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، الامتحانات وطريقة الامتحانات والأشياء هذه. المنهج يختلف قليلا، ما في اختلاف جذري لكن اختلاف طفيف. التوظيف أيضا ما يختلف أبدا. إذا تخصص أدبي في الجامعة أقدر أحول إلى تخصص صيدلي؟ لا أعلم صراحة، هذه تحتاجين تشوفين يعني كلية الصيدلة، إما في موقعهم الإلكتروني قد يكون ذكرين هذه الأمور، ولا تحاولين تتواصلين مع أحد في كلية الصيدلة يعلم كل شيء. هل تشوف التعليم الإنجليزي الثانوي كافي مشيك بالتحضيري؟ إذا كنت شادن حيلك بالتعليم الإنجليزي الثانوي ممكن، لكن الصراحة أنا أتذكر أني بالتحضيرية تعلمت في شهر أكثر من اللي تعلمته بكل الثانوية، فيعني يعتمد صراحة. فحصل تحطون قناة تليجرام علشان تبقى كل الأسئلة وإجابات وتكون متاحة للجميع. المحاضرة مسجلة إن شاء الله، أنها مسجلة إلى الآن، ما أدري إلى الآن شغال التسجيل أو لا، لكني أذكر أني مشغل التسجيل صراحة. أتأكد وين السؤال. والله ما أعرف الآن شغال التسجيل أو لا، لكنها أذكر أني مشغل التسجيل. فبتلقون إن شاء الله الأسئلة اللي هي تلقون التسجيل إذا إن شاء الله، إذا إن شاء الله يا رب أنه شغال. طيب نرجع للأسئلة. ممتاز، مدام مكتب عنده أنه يسجل فإنه إن شاء الله موجود إن شاء الله، الحمد لله. أقدر أحول من صيدلي إلى تمريض؟ أتوقع تقدر، راجع كلية التمريض وشوف يعني طريقة التحويل لكلية التمريض، لكن أتذكر أنه تقدر. هل الدكاترة يراعون لغتنا الإنجليزية؟ طبعاً في مراعاة اللغة الإنجليزية بشكل عام، ويعني بشكل عام، لكن عندنا الدكاترة أيضاً ما يتكلمون الإنجليزية. في عندنا الدكاترة من باكستان، في عندنا الدكاترة من كشمير، وفي دكاترة من الهند، فهذول يتكلمون إنجليزي فقط.
هو اساسا الدراسه كنا احنا ندرس بلغه انجليزيه كامله، حتى المصريين والسعوديين كانوا يتكلمون باللغه الانجليزيه، لكن حاليا يبدو لي انه يعني خففوا هذا الموضوع، صاروا يتكلمون بالعربي شوي ويتكلمون بالمصطلحات الانجليزيه، مصطلحات الطبيب يقولون باللغه الانجليزيه، لكن حتى الان المراجع الدراسه والامتحانات كلها باللغه الانجليزيه. اللي موزونته نازله تفتح له الاقسام، لا اعلم صراحه اذا اللي موزونته نازله تعتمد على المفاضله، ويعني الناس اللي قدموا هذيك السنه للجامعه اذا كانت كلهم معدلاتهم وزنتهم عاليه فبتفتح للاوائل ويمكن تكفل على الناس اللي تحت، فهي تعتمد على المنافسه في هذيك السنه. ايهم افضل، عنيزه ولا مليده؟ نفس الشيء من ناحيه الدراسه، من ناحيه المنهج، ومن ناحيه التوظيف. الدراسه قلت لك الاختلافات طفيفه، وهي اشياء يعني تفضيل شخصي، ما في احد اقوله هذا افضل من الثاني. انا في مكان، انا خريج مليدة وحاليا اعمل بعنيزة، فاعرف الكليتين واعرف المخرجات حقت كل الكليتين. الدراسه متقاربه جدا، المنهج ايضا متقارب، التوظيف يعني ما في فرق كبير صراحه. يمكن اللي يفيد عنيزة انه الفتره اللي فاتت كنا الاوائل، مخرجات كليه عنيزة كانت الاوائل على هيئة التخصصات الصحية من ناحية اللي هو إنهاء الامتحان والنجاح في الامتحان، فهذا يعني فيه نوع من التفضيل، بس إنه بشكل عام اسألوا الطلاب اللي الآن يدرسون في مليدة واللي الآن يدرسون في عنيزة وقولوا لهم إيش الأشياء اللي يعني يشوفونها أحسن في هذه في الكليتين، تقدروا تقارنون بين هالكليتين من الطلاب. الطلاب هم أكثر ناس، أنا ممكن أقول لك هذه أحسن ولا هذه أحسن، لكن أفضل ناس تسألونهم هم الطلاب، هل بيدرسون دكاترة ولا دكتورات؟ بس دكاترة ودكتورات كلهم بيدرسون باختصار. يا دكتور، جميع كليات الطب بأول سنة راح نكون بالثوب بالنسبة للعيال؟ نعم، السنة الأولى بالغالب راح تكون بالثوب للعيال. أفضل نسبة موزونة اللي بعد الثانوي، كم أفضل شيء تقريبا؟ ما في رقم. جاني سؤال يقول ايش افضل نسبه موزونه بعد الثانوي؟ ما في، ما نقدر نقول، هي على حسب المنافسه، على حسب المنافسه وعلى حسب رغبات الطلاب. ممكن واحد يكون نسبته الموزونه 99 لكن يقول انا رغبتي هندسه، فما يدخل بالمنافسه على مقاعد كليه الطب، فهذه احنا ما نقدر نتكهن من ناحيه النسبه الموزونه. يا دكتور، ما تعرف من كم فتح الطب هالسنة؟ إلى الآن ما بعد بدأ القبول ولا بعد بدأ التخصيص. أحس بديت أتردد أدخل الطب. طبعاً هذه المحاضرة هي أصلاً يعني تساعدكم على اتخاذ القرار، وعشان تعرف وش أنت بقبل العمل. إنك تتردد إنك تدخل طب هنا، هذا شيء من الأشياء اللي كويسة. تخيل إنك دخلت طب واكتشفت بعد ما دخلت الطب إنه ما يصلح لك، ضيع 3 سنوات 4 سنوات من عمرك وانت في تخصص ما يصلح. موجود تخصص طب بيطري بنات في القصيم؟ لا اتذكر انه كان فيه، لا ما اتذكر، لا ما عمره مر علي انه فيه طب بيطري للبنات للاسف. يا ريت ان شاء الله. ايش التخصصات اللي يطلق عليها دكتور كذا، وايش اللي يطلق عليها اخصائي كذا؟ السؤال مو واضح، لكن الاخصائيين والاستشاريين هذولا اللي يكونوا بالمستشفى، والتخصصات الطبيه اللي بالمستشفى تسمى بشكل عام التخصصات السريرية، الباطنة، الجراحة، علم اللي هو العيون، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، هذولا أخصائيين واستشاريين. الدكاترة حقين الكلية بالغالب اللي هم دكتور في التشريح، دكتور في علم الأنسجة، دكتور في علم وظائف الأعضاء، في علم الأمراض، في الأحياء الطبية المجهرية، كل هذه التخصصات اللي ما تشوفها بالمستشفيات، ما تنتبه لها. هذا تبعه نسبة موزونة 94.5، هل أستطيع أن أدخل طب؟ والله ما أضمن لك مهند، كلها تعتمد على المنافسة، حنا ما ندري صراحة، حنا نقبل أفضل 45 طالب يطلبون كلية الطب، هل في يعني 45 طالب أفضل منك؟ لا أعلم صراحة. عنيزة أكبر، يا رب إن شاء الله. سقط جسر مليدة. دكتور، تعرف إيش هي تخصصات الإقامة موجودة بالقصيم حالياً؟ تخصصات موجودة، والله ما أعرف كل التخصصات، لكن أعرف إن في باطنة وفي جراحة وفي أشعة، فيه نساء ولادة، في أطفال، هذا اللي أتذكرهم صراحة. طب الأسرة والمجتمع أعتقد صار لهم الآن برنامج إقامة.
هذا اللي اتذكره، لكن في موجود كل هذه الاشياء، المعلومات هذه موجوده في في موقع تخصصات هيئه التخصصات الصحيه. والله صعب انك تعرف انك مناسب لتخصص معين، هذه صعب الصراحه. لازم تجلس مع ناس، مع الطبيب، وتجلس مع مهندس، وتشوف شلون حياته الاجتماعيه، وشلون درس، وشلون الاشياء هذه، علشان تدري اذا كان يناسبك او لا. سكراب قلنا انه اول سنه ما مو مطلوب. دكتور ذكرت نقطه بشكل سريع ممكن توضحها بخصوص الغاء اول سنتين تحضيري طب عنيزه. هذه النقطه الناس، هذه الناس الخريجين، خريجين الكليات الصحيه بشكل عام. انت خرجت بكالوريوس صيدله، بتخرجت بكالوريوس علوم طبيه تطبيقيه، وتبي طب، ما يعني تبي تكمل طب. فبدال ما تبدا كليه الطب من البدايه تاخذ سنه تحضيريه اولى وسنه تحضيريه ثانيه، لا، هذه السنتين تنحذف من عندك وتدخل على السنوات العلوم الطبيه الاساسيه على طول، تاخذ سنتين علوم طبيه اساسيه وسنتين بعد علوم طبيه سريريه، وبعدها تصير طبيب امتياز. فبانت باربع سنوات صرت دكتور. انا حطيت طب اول رغبه، ثاني في احد يتكلم؟ ما راح. طيب شلون السكيورتي الطب مليده وعنيز يعني اخبرك. طيب دكتور انا تخصصي ادبي في الجامعه، اقدر احول لتخصصات صحيه مثل تخصص الطب البشري؟ لا، ما تقدر تحول تخصص الطب البشري، لكن قد يكون في امكانيه للتحويل للصيدله، للتمريض، ومن بعد ما تاخذ لك سنه في الصيدله او التمريض ممكن تحول للطب البشري. اذا خلصت تحضير السنه الاولى للطب وحبيت احول التمريض، برجع اعيد تحضير السنه الاولى للتمريض ولا ادخل مباشره التمريض؟ لا، تدخل مباشره التمريض. شلون اعرف اني مناسب للتخصص؟ هذا سؤال صعب جدا 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 الصراحه، قلنا ما له، يعني صعب جدا. ما رايك دكتور في نسب قبول الطب هالسنه المنتهيه من التحضير؟ هل بيزيد برايك؟ طبعا بيزيد. هو العام قفلنا 4.22 اعتقد، السنه هذه اتوقع انه ناصر 4.3 اتوقع الصراحه، لا ماني متاكد. شلون اعرف اني مناسب للتخصص؟ سؤال يعني هذا سؤال المليون. طيب دكتور وش رايك بمختبرات طبية؟ طب اختبار يعني تخصص جميل، وحاليا في طفرة في المختبرات الطبية بشكل عام، في بزنس حق المختبرات الطبية يحتاجون يعني ناس متخصصين بهذه الأمور، يعني فأحس فيها طفرة وفيها طلب. هل أخصائي بصريات له مستقبل؟ أخصائي بصريات مو بواضح صراحة مستقبله، لكن قد يستطيع أنه يعمل بال مجال البصريات بشكل عام، وصناعة النظارات، صناعة العدسات والأشياء هذه، والبزنس في هذا المجال. لكن ما أعتقد أن في وظائف حكومية للمستقبل للتخصص بصريات، لكن في البزنس مناسب. طيب شلون أعرف أني مناسب للتخصص؟ والله العظيم صعب أجاوب عليك، سؤال صعب مرة، عدت السؤال 20 مرة بس ما أقدر والله أجاوب لك عليه. كم مقاعد الطب للبنات في عنيزة؟ 50 مقعد، 45 قبول مباشر من اللي هو تخصيص مباشر، وخمس طلبات، خمس مقاعد للتحويل من الكليات الأخرى. يا رب آمين. استغفر الله. ما في أمل يزيد مقاعد الطب هالسنة؟ حقيقة لا الصراحة، السنة هذه ما أتوقع. يا رب إن شاء الله يتيسر لنا الأمور ويزيدون أعداد أعضاء هيئة التدريس عندنا السنة القادمة عشان نقدر نفتح يعني شعبة ثانية. دكتور هل تخصص بصريات المستقبل؟ ممكن تجاوبنا عليه؟ كيف تخصص طب الطوارئ بشكل عام؟ شجون عندك أسئلة؟ جمعتي بعض الأسئلة المهمة، يعني أنا أحاول أني أتابع الأسئلة لكن ما أدري الصراحة إذا قدرت أغطيهم. معي خمس دقائق الحين صراحة، أعتذر منكم، بحتاج بعد خلنا نقول 10 دقائق، ما خلي 10 دقائق وبعدها يعني بعتذر منكم وأطلع. هل أقدر ألبس سكراب بكل تخصصات الصحي كلها؟ جاء سؤال يقول هل أقدر ألبس سكراب بكل تخصصات الصحي كلها؟ يا ناس لا يكون السكراب هو أكبر همكم. السكراب هذا شيء جزء من اللبس اللي تلبسه للكلية، ولا يعطيك ولا يكبر من قدرك شيء، ولا يعني لا تهمك هذه اللي هي المظاهر. أنا من الأشخاص اللي حتى حرف الدال ما أحطه قبل اسمي. لو تروح لم حسابي بتويتر بتقول تلقى اسمي حاطه حمد الصيفان. ما لا تهمك هذه الأشياء. إذا كان هذا اهتماماتك صدقني ما راح يعني توصل، ما راح تبدع في المجال هذا، وبيكون اهتماماتك ظاهرية وسطحية فقط.
تعرف إيش هي تخصصات الإقامة الموجودة بالقسم حاليا؟ نفس السؤال 10 مرات ما أقدر أجاوبكم عليه. لازم إنك تروح لهيئة التخصصات الصحية بموقعهم ويعطونك كل الإجابات. كيف تخصص طب الطوارئ بشكل عام؟ تخصص رائع جدا، يحتاج إنك تعرف حياتهم بشكل عام وتعرف التخصص بشكل عام. أنت إذا انقبلت بالكلية ودرست 4 سنوات الأولى ابدأ فكر بالتخصص. إيش هي تخصصات الإقامة؟ أنا حطيت الطب أول رغبة، ثانية رغبة هندسة كهربائية، بعد رغبة ثالثة صيدلة. ليش ما حطيت طب طب المليدة أولى، طب عنيزة الثانية، أو العكس على حسب يعني تفضيلك، علشان يعني يصير عندك رغبتين متفاضلات يعني وقريبات من بعض. أنت تروح طب بعدين رحت بعده هندسة. شجون عندك سؤال؟ طبعاً حمات منا. بس عندي سؤال واحد بالطريقه اللي قال علمني اقول صح الثالث. تفضلي شجون. هل رواتب الاطباء تتغير مع الخصخصه؟ نتوقع صراحه ما في اي معلومات حاليا عن موضوع الخصخصه وكيف بيأثر على رواتب الاطباء، لكن نتوقع نعم على حسب التخصص وحاجه التخصص وندرته وحاجة سوق العمل والأشياء هذه كلها بتأثر على عقود الادخال، لأنه بيكون في منافسة بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة على استقطاب التخصصات النادرة، فأتوقع يعني الطبيعي إنه تزيد الرواتب أيضا. ما تكفينا نحتاج محاضرة طيب إن شاء الله نبي نصور فيه يا دكتور صورون. هل اقدر اكمل دراسه تخصص الطب الكليه اللي مسويه مع شراكه بونشوفت سكول اوف ميديسن؟ هذه احنا يعني كليه في امريكا سوينا مع شراكه عشان نستقطب البرنامج الامريكي والنظام الامريكي. اذا يعني ممكن اذا رحت لما الكليه هذيك وقدمت عليها، لكن تحتاج طبعا ابتعاث عشان تروح هناك، ولا تروح بـ 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 يعني بفلوسك تدخل الكليه هذيك. ما في دراسة مجانا هناك، لازم فلوس. أي أفضل مستقبل البصريات أو مختبرات طبية؟ برأيي الشخصي إنه مختبرات طبية، ولا تأخذ رأيي لأنه هذا يعني توقع نسميها educated guess، توقع مبني على بعض الاستنارة بالحال البزنس بشكل عام. البصريات يعني حده يعني ما أدري، عجزت ألقى لهم الصراحة وظائف حكومية حسنا قليلة جدا، لكن مختبرات طبية موجودين بكثرة. تقدر تتكلم عن الترقية حقة الرغبات؟ كيف ترقية حقة الرغبات؟ ما فهمت. نعم هيفا، وش سؤالك يا هيفا؟ تقولي رد علي، خلنا نرجع دول. بصريات ومختبرات طبية، قلت الرد كان مختبرات طبية. سمعت ان عندك 3 سنوات في اختبار الرخصه الامريكيه، هل هو الزام؟ لا، اختبار الرخصه الامريكيه كان الزاما سابقا، ولكن الغي الالزام من تقريبا 7 سنوات. كم مقعد تتوقع دكتور بالجامعه؟ مقعد في كليه الطب بعنيزه 45 مقعد، 50 مقعد خلينا نقول للطالبات، و50 مقعد للطلاب. مليدة في عندهم 100 مقعد للطلاب و50 مقعد للطالبات، ففي مساحه ثانيه للثانوي ما اكتفينا. والله كلموا فريق هملي للتطوع إذا عندهم استعداد نعيد المحاضرة بيوم ثاني. ما عندي مانع ثاني مليدة، بس أفضل هندسة كهربائية ولا صيدلة؟ والله سؤال صعب، هندسة كهربائية ولا صيدلة ما أدري، كلهم تخصصات الحين الصراحة سوق العمل حقهم مليان متعبي. أنا عندي ناس يقربون لي هندسة كهربائية وقاعدين لا شغل مشغلة، وعندي ناس صيدلة برضو نفس الشيء قاعدين لا شغل مشغلة، في الموضوع يعني صعب. نعم حنين، حنين تقول يا دكتور خلينا نرجع نشوف بإذن الله. وش الترقية حق الرغبات؟ ما فهمت حنين. دكتور أنا خريج ثانوي، إذا قدمت على الطب وجاني قبول هل أدرس سنة تحضيرية أو أدخل مباشرة في المسار الصحي؟ هي تدخل سنة تحضيرية، المسار الصحي حق سنة تحضيرية، تدخل سنة تحضيرية وفيها مسار صحي بنهايته هذا السنة القادمة. نبي المحاضرة الثانية سوري. اتفقوا مع هملي، المالي دخلنا.
وش التخصص اللي يحطونه بقسم الطوارئ؟ طب الطوارئ. طب الطوارئ واللي يصير قسم الطوارئ اللي مخصصين تحضيري ومباشر كله. الخمسين مقعد للي مخصصين تحضيري والمباشر كلهم لا 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 طبعا. الخمسين مقعد اللي مخلصين تحضيري يبدون السنة هذه، هذه يبدون عندنا على طول كلية الطب. بعدين 50 مقعد أخرى للي مباشر اللي بيجون من الثانوية بيدخلون على سنة تحضيرية، فكلهم ماشيين بنفس الوقت وكل كل 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 يعني دفع الحال. فاللي خلصوا السنة التحضيرية بيدخلوا عندنا بكلية الطب على طول، اللي المباشر على طول قبولهم على كلية الطب بياخذون سنة تحضيرية تبع الجامعة بعدين يجون. نظم الهملي فيها عندك الباركود هذا، صور الباركود هذا أو سوي له قراءة وتلقى صفحة يعني الانضمام للفريق. أنا تخصصي أدبي في الجامعة، أقدر أحول تخصص تصحيح في تخصص الطب البشري؟ لا، ما تقدر تحول من تخصص أدبي إلى طب بشري بالجامعة. لازم تحول أول شيء إما تمريض أو صيدلة، تأكد من تأكد إنه بإمكانك التحويل للتخصصات الثانية. بعدين إذا صرت بالتمريض أو الصيدلة ودرست عندهم سنة، لازم تدرس عندهم سنة أيضا، بعدين تطلب تحويل كلية الطب. لكن تأكد، اسأل ثم اسأل ثم اسأل. تخصص الصيدلة ما له وظائف كافية الآن؟ لا لا لا، تخصص الصيدلة ما عندهم وظائف كافية خصوصا بالقصيم. يعني بالرياض يمكن تلقى شيء، لكن القصيم ضعيف صراحة التوظيف فيه. طب الطوارئ ما طلع لي، هل هو عيال فقط؟ لا، طب الطوارئ هذا تخصص دقيق بعد ما تكمل الطب. إذا خلصت الطب، انتهيت من الطب، تروح تدخل طب الطوارئ. يمكن أنت قصدك الباراميديكس اللي هو الباراميديكس الإسعاف الطبي. الإسعاف الطبي هذا مو موجود عندنا بجامعة القصيم، موجود في جامعة الملك سعود بالرياض. هل نحتاج مدرسين خصوصي بالدراسة؟ والله على حسب حالتك، يعني إذا كنت يعني جيد ومتابع بالمحاضرات وذا تمشي أمورك. إذا كنت لا والله ما عندك يعني صعوبات بعض بالشرح وكذا، تحتاج إنك مدرس خصوصي. ما في مقاعد اللي باقي لهم تحضير صحي؟ هذا يعني هذا سؤال قبل شوي سألت واحدة ونفس الشيء، يعني سؤال الصراحة تحتاجون ترجعون عمادة القبول والتسجيل. أنصحكم أنكم تروحون للعمادة نفسها وتسألون داخل عمادة القبول والتسجيل في أمليدا. رواتب التمريض مقاربة للطب؟ لا صراحة لا لا، يعني في فرق كبير خصوصا يعني إذا صار أخصائي واستشاري، لا بيفرق كثير. في رواتب التمريض مش سيئة، كويسة، تبدأ من 11,000 من 10,000 تصل إلى 13,000، لكنها مهب مثل رواتب الطب. هل ترتيب الرغبات يفرق بالقبول لكلية الطب؟ لا، أهم شيء تحط كلية الطب الأولى أو الثانية ويصير يعني ما تفرق يعني الصراحة. إنك إذا حطيت رغبتك الثالثة كلية الطب هم بيشوفون إنك أول رغبة. مشكلتك يعني إذا حطيت كلية الطب الثالثة معناه أول رغبة أنت مثلا هندسة وقبلوك على هندسة خاص بتروح لكلية هندسة، ما راح تنقل كلية الطب. فهذا الفرق يعني. ما في إقامة لطب الطوارئ دكتور عندنا صح؟ لا ما أترك، ما عندنا برنامج طب طوارئ بالقصيم، لا ما أذكر. شو الفرق بين اللي أخذوا سنة تحضيرية السنة اللي فاتت وخريجين الثانوية السنة دي اللي جاهم قبل مباشر؟ الفرق يا مهند قلنا خلنا نرجع للسلايد اللي كان فيها الفرق هذا. وينه؟ هنا، هذه السلايد اللي كان فيها الفرق هذا. اللي تخرج السنة هذه من الثانوية بينافس على القبول على كلية الطب بعد الموزونة هذه، بعدين يدخل السنة. إذا نافس على القبول على كلية الطب خلاص خصصوه على كلية الطب. أنت طالب كلية الطب لكنك تروح تدرس سنة تحضيرية تابعة للكلية، بعدين تدخل كلية الطب البرنامج حقنا اللي هو البرنامج المعتاد اللي الآن نقدم. السنوات اللي فاتت كانوا الناس بعد ما يخلصون الموزونة ينفسون على السنة التحضيرية، وهذه نسبة التخصيص عليها قليل، يعني تحتاج موزونة تقريبا 85-83 عشان تدخل السنة التحضيرية. بعدين بالسنة التحضيرية لازم تشد حيلك جدا، يعني تروح لأنك بتنافس معدلك حق السنة التحضيرية بتنافس على قبول كلية الطب. هذا الفرق بين يعني التقديم السنة الماضية والتقديم السنة هذه. هل تعطي دروس خصوصية؟ لا والله الصراحة ما أعطيت، والله أول مرة أفكر بالموضوع. تبون نعطيك دروس خصوصية؟ والله أصبر، هذه يبيلها فكرة، يبيلها ترتيب مصدر دخل مو سهل. دكتور لو أرسلنا أسئلة بتويتر بترد علينا ولا لازم الإيميل؟ لا الله يحييكم بتويتر، طبعا الرد حسب الإمكانية.
يعني احاول انا الصراحه افتح تويتر افتح شبه يومي الصراحه وارد على الاسئله فيعني الا اسالوا ان شاء الله اني بجاوب ما ادري وش اخاف يجين 1000 سؤال بنفس الوقت صعبه حتى 100 سؤال ما تقدر تجاوب عليهم يمكن 10 اسئله 15 سؤال 20 سؤال لا اقدر ان شاء الله. هل بتتغير مراجع اختبار التحويل هذه السنه؟ لا اعلم صراحه لا اعلم. لا يكفيك طب عنيزة لا ما يكفي أبي نريد نترزق الله نشوفنا نلقى لنا رزق ونشري سيارات ونشري هذا. طبعا طبعا في تخفيض الطلاب والله من قولة بلغوا عليك بنزاهة وجو ضفوك بالجمس الأسود هاي بس أنا في برايد لو جالي قبول في عنيزة هل يوفرون لي سكن ولا لازم أضرب مشوار؟ لا ما في توفير سكن صراحة برايد مين بعيد عن عنيزة عنك المبالغة ترى يعني لا تنسى أنكم تسموننا الحي الجنوبي لا تنسى أنكم تسموننا الحي الجنوبي الحارة الجنوبية إحنا ما إحنا بعيدين فلا تجد تكبر أضرب مشوار من برايد تنصح بعنيزة هنا ساكن تنصح بعنيزة هنا ساكن برايد لا والله أنت قريب قريب اللي ببرايد أنت قريب لعنيزة شو يعني مشوار ترى 20 دقيقة 30 دقيقة تويتر موجود بآخر خلنا أحطه باب لو تبحث حمد الصيخان بتويتر بطلع لك على طول وهذا هو حساب هذا هو حساب بتويتر هذا هو حمد المتشيس صحيح نص ساعة تقريبا اللي بجنوب برايده يجون بعشرين دقيقة واللي بشمال برايده يعني 35 إلى 40 دقيقة خاصة إذا ما له وظائف كافية الآن ما أعتقد لا الصراحة لا أعرف ناس تخصصهم صيدلة يعني الله يكون بعونهم قاعدين نصحني بعنيزة وأنا بالمذنب إيه قريبة المذنب أقرب لك عنيزة أساسا من مليدة الله يسعدك سلمان الله يسعدك الله يجعلنا عند حسن ظنكم بس يعني ما نقول الله يجعلنا عند حسن ظنكم شكرا لك أبرك من ساعة والله حييكم بيت وقت أنا الصراحة الآن يعني عندي موعد الصراحة فلازم أطلع الحين أعتذر منكم أتمنى إن شاء الله أن يكون نفتكم وأبد إذا كان عندكم أي سؤال أسئلة أو استفسارات أنا موجود على تويتر أو على الإيميل وإن شاء الله برد عليكم والله يوفقنا وإياكم جميعا كل خير وإن شاء الله نلقى جزء منكم إن شاء الله نقابلكم السنة الجاية والسنة اللي بعدها بإذن الله بالكلية التوفيق جميعا أراكم على خير إن شاء الله في أمان الله.